تعدي على الحريات هو حقيقة ضمانة رهيبة وضمانة قوية جدا، أقوى من ضمانات النصوص القانونية المدونة في كثير من الحالات. فبالتالي بالنسبة لي لما نحن رجال قانون الحرية هي عدم وجود بنود. نعم، هذا يعني التعريف موجود عند كثير من الفلاسفة والمفكرين ابتداء ولكن الحرية بالنسبة لي هي وجود مجتمع، مجتمع كما تفضل بعض الزملاء الذين يبدو بآرائهم قبل قليل، مجتمع يريد الحرية ومجتمع يرفض الحرية ومجتمع يرفض الحرية. شكرا. شكرا دكتور عمار، دكتور مريم. شكرا. أريد أن أعود إلى المفهوم كمفهوم واستكمالا لما قاله داري الأستاذ صادق، أرى في مفهوم الحرية بعدين. البعد الأول هو البعد الإنساني الشامل، الحرية شأن يجعل الإنسان مختلفا عن الحيوان، لأن في عالم الإنسان الحرية هي ميزة إنسانية بامتياز، ولكن هذا الشأن الإنساني هو أيضا في الوقت نفسه شأن اجتماعي، أي أن الحرية لا تعيش في المطلق ولا تعيش في عالم الأفكار وفي فكرة الإنسانية الكبرى، بل تعيش على الأرض في مجتمعات، لذلك هي تخضع لما يعرف بالنسبية الاجتماعية. ومن هنا بطبيعة الحال عند التطبيق في مجتمعات مختلفة حقوق وواجبات مختلفة، تفهم الحرية هنا غير ما تفهم هناك. وقد أشار الفيلسوف فولتير إلى هذه المسألة حين قال أن الحرية في الجانب الإسباني من جبال الجرانيت تختلف عنها في الجانب الفرنسي من جبال الجرانيت، أي أن هناك نسبية اجتماعية للمفاهيم، وأحببت أن أؤكد عليها في مطلع هذا النقاش. ومن هذا المنطلق أيضا أشير إلى أن مفهوم الحرية في المجال العربي العام، في المجال التراثي، فهمت بشكل أساسي على أنها حد فاصل بين العبد والإنسان الآخر، ولكن لم يؤتى على ذكر حرية التفكير. حرية التفكير شأن جلبته النهضة وعصر النهضة ومفكر النهضة الذين استوحوا من الثورة الفرنسية مسألة حرية التفكير وحرية التعبير التي وصلتنا والتي هي حاليا أمانة بين أيدينا، وسننتظر أن نحوش فيما بعد في هذه المرحلة. شكرا. شكرا. أنا في هذه الجولة بين التعريفات أنا أردت التركيز على أن الحرية بالمعنى السياسي والفلسفي والقيمي مفهوم غربي بالأساس، مفهوم غربي بالأساس، ليس لأن العالم العربي والإسلامي لم يعرف الحرية، ولكن لأن العالم العربي والإسلامي لم يؤسس تأسيساً معرفياً للحرية. وأيضاً في الواقع العملي في الممارسة الذي نراه يومياً لا نجد هذه الحرية التي نتحدث عنها. أيضاً ارتباط المفهوم بالتاريخ الغربي، الحرية لعبت
الدورة الأساسية في الحداثة في مشروع الحداثة الغربي. أيضا الوعي بالحرية ليس موجودا في خلفيتنا الذهنية عندما نتحدث عن الحرية. حرية التفكير كما قال الدكتور فيليك الآن أيضا ليس موجودا. إذا عدنا إلى المنظور مثلا في الحرية ترى بشكل سلبي جدا في تاريخنا أو في دراسنا للأسف الشديد، لدرجة أن الحرية بالمعنى الذي نقوله الآن ليس موجودا. الحرية هي المروق من الدين مثلا في عند ابن منظور وهكذا. من أجل هذا أردت التركيز على إنه ما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان خاصة في المادة 18، وهذه المادة هي التي تحمل أولى الكلام حول حرية الفكر. تقول هذه المادة لكل شخص الحق في حرية الفكر والضمير والدين، ويتضمن هذا الحق حرية اختيار الدين أو القناعات، وكذلك حرية إظهار دينه أو قناعته مفرداً أو من خلال طائفته سواء في حيز عام أو خاص، وذلك عن طريق التعليم والممارسات والعبادات وتحقيق الشعائر. انتهى اقتباس المادة 18. مع ذلك تظل حرية الفكر هي المسألة الأكثر تعقيداً للعالم بما فيه طبعاً على وجه العموم والعالم العربي على وجه الخصوص. وهذا أعتقد أنه نظراً للتعقيدات التي تنطوي عليها هذه الحرية من الناحية النظرية العملية على الأرض، تداعيات ممارسات الحرية، وهذا وللأسف الشديد ليس من طرف الدولة فقط ولكن أيضاً من طرف المجتمعات التقليدية المحافظة، الجماعات العرقية والدينية والمذهبية، عندما تتصدى هذه الجماعات لكل فكرة جديدة أو لأقل خروج عن المألوف أو المتعارف عليه لديه، وهذا يؤثر بشكل كبير على حرية الفكر. لكي نفهم حرية الفكر لابد أن نعرف ما هي الحرية أولاً وما هو الفكر. ولن أدخل في هذا لأنكم حددت التداخل في دقيقتين، فقط أريد أن أحيلكم على الورقة التي كتبتها، ففيها أعتقد كافي جدا في الشرح حتى في الاشتقاقي واللغوي وأيضا العملي. بالمعنى السابق بعد ما شفت تقريبا هذا حاولت، سيمكن القول بقى أن حرية الفكر ستعني بأن يصبح الفرد حرا ومستقلا في مجتمعه العام يشعر بهذه الحرية ويريدها ويختار أفكاره وعقيدته من خلالها، وفي ظلها يفكر ويزن ويحكم على الأشياء دون أي تدخل خارجي أو إكراه، وأن يشارك بأفكاره تلك بإيجابية وفاعلية في حياة المجتمع الذي يعيش فيه. ذلك هو ما خرجت منه بالدراسة العملية التي قمت بها في محاولة معرفة معنى الحرية على حدة ومعنى الفكر على حدة، ثم جمعت فيما بين الاثنين فخرجت بهذا التعريف. شكرا. شكرا دكتور فاطمة. بعد ذلك الحسنين حسن بدوي. شكرا وزواوي مغرب العالم. تفضل. لا تكرر ما ذكره الأخوة، لكن أنا أريد أن أؤكد أن الحرية هي الأصل للإنسان، وهي الوجه الآخر للعقل. وأنا دعوني أشير إلى العبارة الشهيرة لديكارت حين قال أنا أشك أنا أفكر إذا أنا موجود. لا أعتقد أن تقديم الشك على الفكر ثم على الوجود كان عفوياً لدى ديكارت، فالفكر من دون هذا الشك المنهجي يكاد يفقد وظيفته ويقتصر دوره على المشاهدات الحسية غالباً وعلى السرديات التي يتم تداولها عبر الأجيال بقناعة عمياء وتتحول إلى سلوك وعادات وتناقلات أخرى.
الأحفاد من الأجداد وتكتسب جورا حسن التقاليد والتراث والعادات. من هذه البداية أعتقد أن الشكل المنهجي الذي اعتمده كارت هو بالتأكيد نقيض الشكل الذي يقود إلى جرائم الشرف الموجودة في هذا الشرف. هو خارطة الطريق التي ما أن يبدأ الفكر باستخدامها حتى يكتشف أنفاق الحرية ونقيضها أي عبودية. هذا الشكل المنهجي يتحول إلى صخرة في عالم الرقيب، إلى طائر يستخدم عقله أجنحة تهلق في سماء الحرية. الحرية التي تتجلى باحترام الواجب الذي يتساوى فيه كافة البشر بمعزل عن مكانتهم وعن جنسهم وعن ثقافتهم وعن دينهم وغير ذلك من التسميات المختلفة. إذا الحرية هي تأكيد على أن هناك أصل الإنسان أن يكون حرا، وطبعا كما ذكر الأخوة هذا من جميع الديانات وجميع وحتى الدين الإسلامي كانت معقولة عمر بن الخطاب الشهيرة متى استعبدتم الناس وقبل أن تكونوا معهم أحد. شكرا. دكتور حسن بدوي ثم حسن عبدالله. شاكر جدا هذه الفرصة التي وفرت لي، ودي أول مرة يمكن أتكلم في ندوة عربية. حسن بدوي اسمي، أستاذ في جامعة أرسطو، أستاذ في جامعة الكويت في قسم التاريخ. الحرية كلمة تتوارد في كل اللغات، ولكن اللغة ليست مجموعة كلمات ولا أي كلمة مجموعة حروف، ولكن كل كلمة حاوية لمعنى معين لأسلوب تفكير لطريقة معيشة. والحرية لا يمكن أن تنتمي إلى عالم الأشياء، ولكن كما يقول أفلاطون تنتمي إلى عالم المثاليات، لأن الشكل يحدد محدود، والحرية لا يمكن أن تحدد في شكل معين، لأن الحدود حدود قيود، وقيود بالتأكيد لا ليس لها صلة أو لا ترتقي بمفهوم الحرية. وبالتالي رغم أن هناك اختلافات كثيرة عن مفهوم الحرية وهل هناك حدود الحرية وما هي حدود الحرية، لكن الحرية لها مكونات أساسية بدونها لا يمكن أن تمارس هذه الحرية، لأن الحرية عبادة تمارس وليست عباءة ترتدى. الحرية تعتمد أساساً على الوعي، والوعي يعني الضمير، والضمير كمصدر للمعرفة العليا، والمعرفة والضمير تعني المسؤولية. وبالتالي لا يمكن ممارسة الحرية إلا عن طريق وعي عميق أو إدراك فهم. وممارسة الحرية لها صلة مباشرة بمساحة الآخر، أنا والآخر. ولكن قبل أن أصل إلى هذه المساحة لكي أمارس حريتي، يجب أن أغطي أو أدرك أو أستوعب المساحة التي بيني وبين أنا، بيني وبين نفسي. ولكن هذا يعني المقولة السقراطية، اعرف نفسك. إن لم نعرف أنفسنا لا يمكن أن نعرف الآخر، وإن لم نعرف الآخر لا يمكن أن نعرف أنفسنا أيضا، ولا ندرك في هدف الحياة. معرفتنا بهدف الحياة هو الذي يمكن أن يحدد محتوى الحرية، وبالتالي يحدد علاقتي مع نفسي من خلال تحديد أو توجيه تفكيري وقولي وعملي لخدمة هذا الهدف الذي من أجله أنا موجود. وهذا يؤثر مباشرة على علاقتي بهدف الآخر، وتفهمي لهدفي مباشرة يقربني من تفهمي لهدف الآخر. وبالتالي هنا يحدث تلاقي في الأفكار. الحرية تؤدي إلى التلاقي، وغياب هذا التلاقي في الفكر لأنه يؤدي إلى تلاقي في الهدف وتوحيد الهدف، الهدف الأسمى هو هدف الحياة. هذا يمكن أن يؤيد أو يضمن مفهوم ممارسة الحرية، تحديد علاقتي بذاتي، معرفة الذات، معرفة النفس، من أنا، من أين جئت، ولأين ذاهب، وبأي سبل أذهب إلى هذا المحطة الأخيرة في سبب وجودي في الحياة. وهذا له صلة بوجود الآخر. نحن موجودون من أجل أن نكمل أنفسنا، لا من أجل أن نفترق، موجودون من أجل أن نلتقي، ولن ألتقي إن لم
أقبل الآخر على أنه ليس إلا مرآة لي، وعيوب الآخر ليست إلا عيوب لي، وبدلا من أضع المشكلة مع الآخر في شكل الآخر، لأن الحرية والشكل لا يلتقيان، الشكل محدود والحرية بلا حدود، والحرية لا تقبل أن توضع في قالب معين أو في شكل معين، وهذا يعني الشكل هنا هو الآخر. العلاقة بي، علاقتي مع الآخر هي قد بتحدد فهمي للحرية، لأن هذا يحدد فهمي لي لكينونتي، وفهمي لي يحدد مدى إدراكي أو وعيي بمفهوم الحياة الذي من أجله أنا حر. أنا إن حر فأنا إنسان، وكما ذكر من قبل أن الإنسانية والحرية وجهان، لا أقول عملة واحدة ولكن لفهم واحد، إن العملة هي بتحدد حريتنا بسبب العملة والنقد والنظام النقدي. ولهذا الوقت، ولهذا الوقت يحل من حريتي، وأشكركم. حسن من البحرين، تنويعا على ما تفضل به الزملاء، أقول أن الحرية، الأصل في الحرية هو الإباحة وليس التقييد، لأننا دائما نبدأ القول أنه لا توجد حريات مطلقة أو أن الحرية نسبية. أعتقد هذا مناقض لمفهوم الحرية، يجب أن نقلق أساسا أن الأصل في الحرية هو الإباحة، وحتى عندما انتقل الأمر إلى القانون قالوا أن الأصل هو أيضا الإباحة. مهمة القانون وضع ضوابط لكي لا تستخدم الحرية على النقيض من جوهر الحرية نفسها. ولذلك الحرية ليست حرية الموافقين، وإنما حرية المعترضين. أي مجتمع لا يوفر الحرية للمعترضين على ما يجور فيه وعلى ما تمارسه للسلطات فيه، لا يمكن أن نعتبره مجتمعا حرا. قياس الحرية هي أن تتوفر الحرية لمن يعترض، لمن يقول لا، من لديه وجهة نظر أخرى غير وجهة النظر السائدة. كلما زاد حجم المسكوت عنه في أي مجتمع من المجتمعات، يعني أمكن تصنيف هذا المجتمع في خانة عدم الحرية، لأنه مجتمع غير حر. وبالعكس كلما اتسعت يعني مساحة ما يمكن الحديث فيه، ما يمكن نقده، يمكن أن نصنف هذا المجتمع بأنه مجتمع حر. لو نظرنا يعني في العالم العربي، فنحن دائما نجابه بالعبارة التالية: لا توجد حرية مطلقة، الأمور نسبية. أعتقد أن الجوهر الأزمة، أزمة حرية الفكر والحرية بشكل عام في بلداننا العربية، آتية تحديدا من هذا التقييد، من القول بنسبية الحرية أو بتقييد الحرية، لا العكس، أن نقول بأن الأصل هو إباحة الحرية أو توسيع نطاق الحرية، وما يترتب على ذلك من أن تتعدد الأسواق، تتعدد المناظر، تتعدد الأفكار، أن يكون هناك صيغ تمثيلية لمختلف وجهات النظر في المجتمع المعني، لكي نستطيع أن نطلق على هذا المجتمع بأنه مجتمع. شكراً. عندي ملاحظة بس أقولها، أنه مداخلاتي أنا سأواجهها نهائياً، لأنه عندي كاتب 10 صفحات فأدخلها في النشر ولا أتحدث حتى لا أخر وقتكم، لأن أنا شايف أنه الكل يريد أن يشاهد، ولازم نترك فرصة للجميع أن يقول رأيه. دكتور المرزوقي ثم دكتور زواوي ثم دكتور قبل مدير الاسم محمد سعيد المرزوقي، أستاذ زائر في جامعة الكويت، وطبعا أستاذ في جامعة تونس. من أين البداية؟ كل حال الورقة محررة ومسلمة، سأختزل ما يمكن اختزاله. الملاحظة الأولى أنني كمشتغل بالتاريخ وبالتاريخ فقط، لا يمكنني أن أتعامل وبين قوسين، سررت كثيرا أن هذا الهاجس التاريخي موجود في تعبيرات كثير من الزملاء، لا يمكنني أن أتعامل مع مفهوم مغلق وناجز اسمه الحرية. يقتضي المنهج التاريخي احترام الشمولية، احترام نسبية المفاهيم ونسبية المكان ونسبية الزمان، وخاصة النسبية الاجتماعية، النسبية بالنسبة للمجتمع. فنحن عندما نتكلم عن الحرية في واقع الأمر نتحدث عن مجتمع ولا نتحدث عن حرية. فالحرية هنا نافذة فقط، هي
مطلب في النهايه اجتماعي، ولا بد من فحص الامور من هذه الزاويه، من الزاويه التاريخيه الاجتماعيه. اشير الى ان الكثير من المعارف والمسجلات احيانا الفكريه في الساحه الثقافيه العربيه غالبا ما تكون ناتجه عن فوضى زمنيه او فوضى مجتمعيه او احيانا ايضا فوضى مفهوميه. واجبنا إذن ان نرصد المرحله التاريخيه التي نحن فيها. هذا سياتي في ملاحظه ساوضح فيها هذا الراي، لكن الملاحظه الاخرى هي ان هناك حريه لا يمكن ان تنفصل، حريه الفكر لا يمكن ان تنفصل عن الحريه. المشكله هي الحريه، اذا قلنا ان الحريه لا تنفصل عن المجتمع بالاحرى ان حريه الفكر لا تنفصل عن الحريه. اذا حاولنا ملاحظه اظن تصبح رابعه، اذا حاولنا ان نتابع مفهوم الحريه في التاريخ العربي القريب، في التاريخ العربي القريب ان نتابع هذا المفهوم، من المؤسف ان اقول ان الدراسات التاريخيه في معدلها العام اليوم في البلاد العربيه لا تكترث بالديناميه الثقافيه. البحث التاريخي ما زال مركز على مظاهر احداث سياسيه، او اذا تجاوزها يركز على مظاهر فكريه، لكن مع عزل المظاهر او الديناميه الفكريه عن المجتمع الحقيقي، وهذه مشكله. لو تساءلنا ماذا كانت تعني الحريه في القرن العشرين بالنسبه للعرب، لما وجدنا في نظري على حد ما اعلم لا نجد دراسة تاريخية توضح هذا المسار في علاقته مع المجتمع. لكن بناء كفرضية أولى على الأقل، ما أعتقده مبدئيا هو أن حرية الفكر أو الحرية، أول ما نلاحظ أنه شيء حديث جدا بالنسبة للعرب، شيء حديث قد لا يتجاوز بالنسبة لتاريخ الفكر فيما أعتقد موضوع تاريخ الفكر قد لا يتجاوز الستينات من القرن العشرين. يعني في الستينات بدأت تطرح مسألة حرية الفكر، وكانت في تكامل مع مسائل سياسية في المجتمع. حرية الفكر يبدو لي أنها لم تكن مطلبا في المرحلة الاستعمارية، وهذا مهم جدا ان ندركه. في المرحله الاستعماريه، ان وجدت ان توفر الوقت ساعود الى هذه المساله. في المرحله في المرحله الاستعماريه معنى الحريه يعني حريه الاوطان، حريه الوطن. ولهذا السبب كل الدول العربيه اليوم بشعاراتها تقريبا، لست ادري، اما اغلبها اغلب الدول العربيه لها كلمه حريه. كل الأنظمة البعثية والناصرية وغير الناصرية والجزائر كلها فيها كلمة حرية، والمقصود بحرية هو حرية الوطن لا أكثر. هناك أستاذ من السيد الرئيس في دقيقة واحدة يعني مكمل لهذا، المعنى الثاني للحرية نجده يعني الحرية بمعنى الحرية الاجتماعي، له معنى اجتماعي، ومنه حرية المرأة، حرية حتى حرية التنقل لا حديث كثير عليه، خاصة حرية المرأة، التخلص من العادات القديمة إلى له معنى اجتماعي. لكن المشكلة أن كل هذه المفاهيم التي نحكي عنها اليوم ونرصدها لا علاقة لها بالحرية المطلوبة اليوم اجتماعيا والتي تعبر عنها المجتمعات في أحداثها الأخيرة. الحرية بمفهومها الحديث والحرية التي تطلبها المجتمعات هي حرية شخصية، هي حرية شخصية. وأشير بسرعة إلى أن القانون، يعني ميثاق حقوق الإنسان النابع عن الثورة الفرنسية، ماذا يقول؟ يقول لا حق للقانون في أن يتدخل في الحرية الشخصية، الحرية هي شخصية. ومبدأ الحرية الشخصية هذا ولد مع ولادة الفرد في القرن الثامن عشر، ليس قبل ذلك، وليس هناك حتى حضارة في العالم، لا إسلامية ولا مسيحية ولا يونان قديم ولا رومان قديم،
وجد فيها مبدأ الحرية الشخصية. المبدأ في الحرية المعرف إما حرية بالنسبة للخالق أو مع الخالق أو حرية مع المجتمع، ولكن ليست حرية فردية. أظن أن الارتباك في نظري بكل تواضع طبعاً، الارتباك في تناول المفهوم من هذه الزاوية واستنتاج أن المجتمعات العربية ليس لها رصيد في الحرية، ليس لها رصيد ثقافي وليس لها تجربة مجتمعية، ولذلك هناك ما يدعو إلى التفكير في حلول. شكراً. شكراً دكتور زواوي ودكتور فهد، بعدين ناخذ استراحة ومنافع. شكراً سيد الرئيس. بدايةً أود أشدد على أن تحديد المفاهيم على الأقل بالنسبة لنا في الفلسفة، اسمي زواوي باسم الفلسفة جامعة، تحديد المفاهيم مسألة أساسية، وفي تقديري أن ما تفضل به بعض الزملاء ينير هذا المفهوم. أنا أريد أن أشدد فقط على يعني ثلاث أو أربعة عناصر في المفهوم. في الواقع الحرية تدرك كما قال الزملاء بالضرورة وبالحد، لكن بعض الفلاسفة الذين ينتصرون للحرية ذلك المهم هو الانتصار للحرية، لأن الحدود والضرورات قائمة. إن فيلسوف مثل سبينوزا قال إن الحرية هي وعي الضرورة، وجاء ماركس وقال يجب تغيير تلك الضرورة، وبالتالي يجب أن نفهم بأن الضرورة على الأقل على نوعين، في ضرورات طبيعية، نحن على سبيل المثال نملك أجسادا، يعني مهما أدخلنا عليها من التحسينات فهي محكومة بالضرورة، لكن المهم في ذلك هو أن نعمل على تحسين أداء الأجسادنا. فإذا العامل الأساسي في الحرية هي أنها عندما توضع أمام المفاهيم المعارضة. ثانيا الحد، تفضل أحد الزملاء فقال بأن الحد الأصل في الحد هو الإباع، وهذا كلام صحيح، لأن الحدود في الواقع دائما هي مبادئ التي تجري حدا للحرية. نحن يجب أن نعمل على توسيع هذا الحد كلما كان ذلك في منفعة الإنسان. لذا في تقديري فإن أهم ملمح آخر للحرية هو أن الحرية تظهر في الممارسة. مثلا نحن في هذه الندوة نتكلم عن حرية الفكر، ليس حرية الفكر النظرية الخالصة، هذه نملكها، أنا أستطيع أن أفكر فيما أشاء وفي كيف أشاء، لكن المشكلة الكبرى في حرية التعبير عن فكري وفي تطبيق هذه الحرية. وبالتالي المعنى الملازم للحرية هو كذلك الممارسة. لذا يعني أعتقد بأنه يجب أن نربط الحرية بمفهوم آخر وهو التحرر، قدرتنا على أن نتحرر، أن نتحرر من كل أشكال الفضوع ومن كل أشكال الهيمنة. ولذلك في المجال السياسي وفي المجال الاجتماعي نميز مثلما تفضل الكثير من الزملاء بين نظم سياسية تعزز الحرية ونظم أخرى تعيق الحرية. في الواقع هنالك عنصر آخر يعني أشار إليه بعض الزملاء، ولكن في الفلسفة له اسم مهم أو مفهوم أساسي، وهو أن الحرية لا تتقرر دون الاستقلال الذاتي، دون الشعور بهذا الاستقلال. الوصاية هي دائما يعني عامل معيق للحرية. أخيرا ما أريد أن أشير إليه ما أن هناك في الواقع مهما اختلفنا في مفهوم الحرية ثم على الأقل مستويين، المستوى الوجودي والطبيعي ولكن المستوى الاجتماعي والأخلاقي، وهذا المستوى هو الجديد والذي نحتاج في الواقع في ثقافتنا العربية أن نناقشه. الجانب الاجتماعي والسياسي والأخلاقي هو الذي فرض موضوع هذه الندوة، وهو حرية الفكر، إلى مدى نحن أحرار في التعبير عن أفكارنا. وشكرا. شكرا دكتور فهد، تفضل. سأحاول التزم بالمحور وفي الوقت محاول. طبعا واضح من خلال يعني المفاهيم عن الحرية التي سمعناها الآن أن هناك عدد كبير من المحاولات للإحاطة بمفهوم الحرية. هناك علاقة طبيعية فعلا بين عدد المحاولات للإحاطة بمفهوم وأهمية هذا المفهوم، وهذا كان ينطبق على الحرية كما مفهومها. هناك ليس فقط عشرات وإنما مئات من المفاهيم التي حاولت الإحاطة بمفهوم الحرية.
لكن ايضا لابد الى ان تبدا بمفهوم محدد لمفهوم الحريه. المفهوم الذي اقترحه الان هو الحريه هي الحاله التي لا يجد فيها اي فرد من الافراد اي عائق من العوائق لتحقيق اي هدف من الاهداف. اذا نحن امام علاقه ثلاثيه، فرد وعائق وهدف. لكن الحريه اللي نقصدها هنا هي حريه الفرد، حريه الانسان كحريه الحيوان، بمعنى ان الحريه تطمح الى اكثر من مجرد التكاثر وحب البقاء. هي ايضا بالنسبه للعائق اقصد في العائق البشري، ليس عائق الانسان لاخيه، ليس عائق والعقل البشري عائق الانسان لاخيه الانسان، وليس عائق الطبيعي بشكل عام كما طبعا اشار الفلاسفه في هذا الصدد. ايضا المقصود بالاهداف طبعا اي هدف، اي هدف يريده الانسان، وهنا القصور في التعريف الذي حدد. انا اعتقد التعريف مثل النظريه العلميه تكمن اهميته في مدى قصوره وليس في مدى كماله. هنا قصور، عندما اقول اي هدف اذا انتهينا الى حريه المطلقه، والحريه المطلقه تؤدي الى غايه، وبالتالي هنا تماما يبرز السبب في ان اغلب الزملاء عندما يتحدثون عن الحريه ينتهون الى مناقشه القانون، لان يجب من يجب الحد من الحريه المطلقه كي نخلق مجتمع. اذا القانون اهميته تكمن في الحد من حريتي في سبيل التعايش مع الاخر. لو كنت اعيش في جزيره لوحدي لما احتجت الى قانون، وبالتالي لما احتجت الى حد من الحريه، اعيش حر. لكن بمجرد وجود مجتمع علي ان اتنازل عن حريتي كفرد في سبيل التعايش مع الاخر، وهنا يبرز دور القانون. هذا القانون لا يحدد كل انواع الحريات، هناك حريه مثلا كما اشار الزميل الزواوي ان حريه التفكير لا تخضع للقانون، العقل ملكيه خاصه، لا احد يستطيع يعلم ماذا يدور في العقل، ليس هناك قانون يستطيع ان يقول لا تفكر بشيء، ولكن القانون فقط يحفظ نتاج عمليه التفكير، وهذا النتاج يحتاج الى تجسيد، تجسيد عن طريق حريه التعبير. اذا حريه التفكير لا معنى لها من دون تجسيدها الى حريه التعبير، وهنا ياتي دور القانون لمحاوله الاحاطه بهذه الحريه، حريه التعبير. مثل التجسيد الافكار على ارض الواقع. اذا حريه التعبير مهمه، لماذا؟ لان لا معنى لاي راي اؤمن به الا ما استطيع ان احبه، لا معنى لاي ايضا مساهمه في تغيير الواقع، الافكار مساهمه في تغيير الواقع من دون ان تتبادلها على ارض الواقع. وبالتالي هنا ياتي دور اهميه حريه التعبير في تجسيد حريه التفكير كما اشار الدكتور زواوي. شكرا. شكرا لك. الان عندنا ربع ساعه للاستراحه، ناخذ الشاي ثم نعود للجلسه. شكرا. ثانية، وأنا أقترح عليكم إيه هو ثلاث موضوعات في ثلاث جلسات، بس ودنا ندمج الجلسة الثانية والثالثة اللي هي فكرة العالم المعاصر والعلاقة بين الفكر والحرية لعامل الوقت، ندمجهم مع بعض. احنا تكلمنا في الاساس هو المفهوم، الان في عنوانين اخرين، هو الفكر العربي المعاصر والعلاقه بين الفكر والحريه، هل ندمجهم مع بعض جلسه واحده؟ ف ناخذ موضوع الفكر العربي المعاصر. طبعا في بعض الزملاء في الجلسه السابقه في اخر الجلسه طلبوا الكلام، واحنا اجلناهم بعد الاستراحه، فلناخذ تعقيباتهم بشكل سريع ثم نباشر موضوعنا. ف دكتور محمد شريف والدكتور الاستاذ صالح، دكتور محمد بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مما اثار
نبهاني أو نبهة انتباهي أن بعض الأساتذة المتكلمين نسب حرية التفكير والتعبير إلى الثورة الفرنسية، وأنني يعني طرحت البعض أرجع هذا إلى الستينات في أدبياتنا العربية، بينما أنا كمتخصص في الشريعة الإسلامية أعرف أن حرية التفكير وحرية التعبير مضمونات في القرآن الكريم. الله عز وجل يقول: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا أقصى ما هو في حرية التفكير وحتى التعبير في مجتمع ديني، في مجتمع يؤمن بالنظام، نظام يعني ديني. ولذلك في تراثنا في علم الكلام وفي أصول الفقه ما في شيء يتعلق بالدين حتى بالإله إلا وقد نقش. يعني هل الله عز وجل يعني ذات كالذوات ولا صفات أو شيء معنوي ناقش هذا الصفات وقدراته حدود قدراته؟ هاي حرية التفكير حتى والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وغير ذلك. وتعبيرهم دون في الماضي ما في صحافة ولا إعلام، لكن في كتب وفي يعني نتاب كل هذه التعبيرات دونت في كتب المجتمع الإسلامي في تاريخه الطويل. كان يعني مجتمعا سنيا لكنه لم يمنع غير السنة وغير المسلمين أن يعبروا عن آرائهم ويدونوها، فنجد التراث نقل يعني منقول إلينا تراث المعتزلي، التراث الشيعي بجميع فرقه، التراث الخارجي مع الخوارج بجميع فرقهم. فحرية التفكير وحرية التعبير كان مضمونين في المجتمع المسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك. كان عندما في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء رجل من الأنصار يسمى بالحصين، فقال إن ابني، لأن كان عادة العرب أنه إذا لم يولد لهم أو توفي ابنه المرأة تجعلهم يصيرون مثلا في دين آخر أو تسميهم باسم آخر، ولذلك ابناها كان يهوديا، ابن الرجل الحسين كان يهوديا، فأراد أن يكرههما على الإسلام، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا إكراه بالدين، حتى الرجل قال يعني هل يدخل ابناي إلى النار وأن أنظر إليهما؟ فقال له لا إكراه بالدين. ما في يعني أوسع في مجتمع في ذاك الزمان اللي كانت القوانين صارمة. حتى بعد ذلك شفنا أنه ما الذي حدث في إسبانيا للمسلمين لمجرد أنهم قالوا أنهم ارتدوا وتبنوا دينا غير دين النصراني الذي كانوا يؤمنون به. أما الحرية السياسية فأول مبدأ ودين وإيديولوجية طبقت الحرية السياسية المسلمين عندما اختاروا أبا بكر. فأبو بكر ليس من عائلة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا خليل، يعني في خلاف طبعا عند بعض المذاهب، لكن المجتمع اختار أبا بكر وترك عليا وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم من باب الحرية السياسية. وكذلك تدولت صح من أيام الأمويين صار انحراف في التعيين عندما معاوية ولا من بعد ابنه، لكن الأساس في هذا المجتمع أن الحرية السياسية كانت موجودة. سمعت كلمة بس يعني أبي مصدر أحد الأساتذة قال لابن منظور قال الحرية خروج عن الدين. أنا يعني أول مرة أسمع ابن منظور موجود عندي في التليفون، وخذيت منه الكلام اللي قلته أنا في تعريف الحرية فمن ابن منظور. فخروج عن الدين هذا يعني أرجو أن يدلني من قال من أين نقل هذه الكلمة. شكرا أستاذ. شكرا.
مجرد وعي بالواقع، أنا لا أرى أن مفهوم الحرية كحق أصيل للإنسان مجازاً له أينما وجد وأياً كانت خلفيته، هذا المفهوم لم يجد بعد استقراراً في الذهنية العربية الإسلامية. لا يزال التعامل مع هذه الأمور وعلى رأسها قضية الحرية مرتبك، ويمكن أقول أيضاً غير مطمئن. وكلمة الحرية نادرة ما وردت في الأدبيات العربية الإسلامية، وحيثما وردت لم ترد في دلالة حرية الإنسان. نعم، كلمة الحر وردت وكررت، ووردت بمعنى أن الحر هو ذاك الإنسان الوفي الأبي الشهم الكريم إلى آخره، فكان مدركا في ثقافتنا وفي حضارتنا جوهر الحرية، ولكن ليس بعمومها وإنما بالكيفية التي تتجسد الحرية في الشخص كما هو. والدليل اللي أنا أجد في هذا أنه في العربية نرى تمييزا وتمايزا بين الحر والطليق، فرب حر غير طليق ورب طليق غير حر. وخطاب الرسول الأعظم لأبي سفيان وجماعته عند فتح مكة، عندما كانوا يخافون من أن يحدث لهم شيئا من العقاب، قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء، أي أكلنا لكم حرية الحراك الاجتماعي كما للناس، ولكنكم لم تتحلوا بعد بشمائل الأحرار. وجدت هذا المعنى أيضا عن بن زيدون في خطابه لمحبوبته، دوم على العهد ما دمنا محافظة، فالحر من دان إنصافا كما يجب. هذه هي سمات الحر. أحمد شوقي، وللأوطان في دم كل حر، نفس المعنى، لكن بالمعنى الحرية كما وردت في الأدبيات المعاصرة الحديثة لا، لم ترد في أدبياتنا قديمة. والقول أنه لا إكراه في الدين، نعم، مؤصل في القرآن وآيات أخرى هي أيضا تؤكد نفس الشيء، لكن هذا المفهوم ما استقر كما قلت، لم يجد استقرارا في الذهنية العربية الإسلامية. إذا كنا نحن بهذا الصدد، علينا أن نفكر أو نعاود التفكير في كيفية إيجاد الاستقرار لهذه المفاهيم الحضارية، ما من منطلق ماذا يقول الدين، ولكن ماذا يفرزه العقل الإنساني المتطور مع المعرفة المتفتقة أضعافا مضاعفة يوما بعد يوم. وأنت بإمكانك أن تسترشد بما ورد في الأدبيات الدينية، ولكن لا تستطيع أنك أنت ترق عليها ركونا كاملا وتقول لا توجد لي مرجعية سواها. شكرا أستاذ. الآن ممكن ندخل في موضوع الجلسة، بس هل دمج يعني فرق دمج العنوانين في العلاقة بين الفكر والحرية في العالم العربي أو في الوطن العربي المعاصر أو في الفكر العربي المعاصر؟ إنه حتى نتكلم وهنا بنحدد المعاصر، ماذا يعني المعاصر؟ الفترة الزمنية، هل الفترة الزمنية هي نقول من الحرب العالمية الثانية حتى الآن بعد الحرب العالمية الثانية، هل هذا هو المعاصر نقصده؟ يعني نريد أيضا فقرة كلمة معاصر، فنبدأ
هذه القضية. يلا تعال شكرا. حقيقة أنا أتكلم دكتور عائشة سليمان الشرطي وأتحدث عن دكتور سليمان الشرطي ما بقال نحاش لا عنده محاضرة صراحة عنده محاضرة وإن شاء الله بعد العصر راح أكون متواجد نيابة عنه وححاول أختصر الأوراق اللي أعطاني إياها فلا أزيد عن وقت الدقيق. بالبداية هو يدخل إلى يدخل الأطر العربي المعاصر من زاويتين، الأولى من جهة النهضة الإسلامية والثانية من الفكر الليبرالي. بالخصوص جيل النهضة الإسلامية تحديدا جيل المبكري الأوائل الذين تميزوا بالتجديد لأنهم عادوا إلى الأصول الإيجابية لتراث الإسلام وفي نفس الوقت كانوا متأثرين بالفكر الحديث، أبرزهم طبعا جمال الدين الأفغاني الذي دعا إلى تطوير المجتمع والبر والإيمان بالعقل بشكل لا يتعارض مع ما جاء به التنزيل، وهذا هو كثيرين منهم محمد عبد من الأزهر الذي ركز على ماهية الإسلام الحقيقي والنظر في مقتضيات المجتمع الحديث واهتم أيضا بتحرير الفكر. وطبعا يجب أن لا ننسى دور قاسم أمين الذي دعا إلى تحرير المرأة، ولكن أيضا فرز الفكر الإسلامي منغلق بعده على يد حسن البنا وبدأت أولى بذرات الإرهاب، وبذلك تحول الفكر الإسلامي المعاصر من فكر مستنير إلى فكر منغلق مع الأسف. ومن أبرز الأمثلة عندنا في الكويت في السبعينات جمعية الإصلاح أول كتيب أصدرته كان ضد الاختلاط في الجامعات، وهذا طبعا جاء عكس ما نادى به تلاميذ الوقت الفكر الإسلامي المستنير أمثال قاسم أمين الذي نادى بحرية المرأة. هذا بالنسبة للفكر الإسلامي المستنير. بالنسبة للليبرالي وهو الفكر الذي يميل أكثر إلى العلمانية والفكر الحديث وبأبرز رموزه طبعاً السيد طه حسين والعقاد وغيرهم، وشكلوا مشروع الفكر الليبرالي وصولاً إلى الفكر السياسي القومي والقومية العربية، وأيضاً في ذلك الوقت ظهرت الجمعيات التي تدعو إلى نقضة العرب وتشكيل الأحزاب القومية وما إلى ذلك. وهذه التوجهات كلها حققت جزءاً من برنامجها، أولها أو أبرزها كان التحرر السياسي من الاستعمار والاستقلال، لكن أيضاً هذا التوجه طالت الإخفاقات وتدهور الأمر للوصول إلى هيمنة العقل العسكري والتصرف بالرأي والديكتاتوريات التي شهدناها في المنطقة. الخلاصة أن مشروع الأفغاني محمد عبد المكسر ليصل إلى التكفير والهجرة وطبعاً قاعدة وداعش مؤخراً، ومشروع الفكر الليبرالي وصل إلى فكر يبرر الطغيان ويبرر الدكتاتورية، ولكن جاءت محاولات فكرية جديدة مع نهاية السبعينات وسعت للتجديد، أبرزهم طبعاً فؤاد زكريا محمد أركون وجورج طرابيشي وغيرهم، لكن هذه المحاولات أيضاً واجهت بعض الصعوبات وهي تمثلت في أولاً المجتمع نفسه الذي ترسخ فيه الفكر المغلق والذي اتهم هذه المحاولات بالتكفير والتغريب وغير من هذه الاتهامات. ثانياً أيضاً طبيعة عرض هذا الفكر اللغة المتخصصة التي تم استخدامها ونخبوية بعض الشيء، مع أن هذه الدعوات الفكرية عموماً يجب أن تشمل أو تتضمن دائرتين، دائرة عملية جماهيرية تخاطب الإنسان العادي وأيضاً النظرية التخصصية التي تخاطب المتخصصين. باختصار الجيل الرواد الأوائل أجادوا في ذلك، لكن على عكس الجيل الجديد الذي تبعه مع الأسف. شكراً عائشة. عبد الله الجسمي باسم المسألة جامعة. بخصوص الحرية في الفكر العربي المعاصر، أنا يمكن راح أتكلم بشكل بسيط عن موضوع الفكر، لكن أعتقد في هناك مسألة أخرى يجب التركيز عليها. الحديث عن الحرية في الفكر العربي المعاصر أغلبية الساحقة
هو الشرح والتحليل للتراث الغربي أو النتاج الغربي. ومعظم الناس اللي تكلمت ويعني تتكلم عن الحرية هي تناقش أفكار موجودة عند الفلاسفة الغربيين والمفكرين الغربيين. في شيء بسيط محدود جدا تم يعني استعراضه من بعض المفكرين المتميزين الغرب. لو نتكلم عن الحرية بالفكر العربي المعاصر معظم الكلام الموجود كله كلام من الغرب. وهناك بعض أو البعض اللي أخذ منعطف ضد الفكر الغربي والحرية للفكر الغربي، لكن معظم الأفكار اللي طرحوها هي أفكار ممزجة أكثر منها أفكار. يعني في ناس كانت تطرح تربط الحرية في الدين، أوكي، في ناس ترى الحرية في بعض المدارس الأخرى، فالطرح كان طرح ممزج، ما كان طرح يتناول المفهوم نفسه كتحليل. بالنسبة للمسألة اللي أنا أريد التركيز عليها في الحديث عن موضوع الحرية في الفكر العربي المعاصر، المسألة الأساسية اللي المطلوب مناقشتها بالنسبة لموضوع الحرية هي الثقافة. أوكي، الثقافة هي اللي تحتضن القيم وتمارس من خلالها. وقيمة الحرية يعني ما تأمل في أي ثقافة، بمعنى القيم الأخلاقية موجودة في كل الثقافات، الخير والشر موجود في كل الثقافات، لكن الحرية كحرية كقيمة كممارسة لا توجد في جميع الثقافات. فبالتالي الإشكالية اللي أنا أشوفها في الوطن العربي بالنسبة لموضوع الحرية هي إشكالية ثقافية. السبب يعني أنا أشوف أن لا توجد هناك ثقافة واحدة في الوطن العربي، في مجموعة من الثقافات ريفية عربية خليجية فرعونية وغيرها، لكن في هناك سمات موجودة مشتركة في معظم هذه الثقافات اللي ما تعطي مجال بالفعل لممارسة الحرية. الثقافات هذه فيها جوانب سلطية موضوعة بالمسلمات وتتوارث، في ناس تعتقد الحقيقة، ثقافات سكونية صار لها عشرات القرون غير نفس الليلة، وثقافات غير واقعية يا أن تسعى للماضي أو أنها تبي تطبق مثاليات ما ممكن أن تطبق، وثقافة غير نقدية. المشكلة الأساسية في الوطن العربي أنا أعتقد هي المشكلة الثقافية لما يعني نتكلم عن موضوع الحرية. مسألة مناقشة مفاهيم مجردة يعني هذا باعتقادي يصلح للمجتمعات الغربية أو المجتمعات اللي فيها أو تجاوزت كثير من الأمور المتعلقة في الحرية، لأن المجتمعات هذه مبنية على الفكر وليست مبنية على ثقافات عامة دارجة مثل ما هو موجود عندنا في المجتمعات. أود أضيف نقطة أخيرة في هذا الموضوع، وهي أن الحرية أيضاً تمارس أو تمارس عن طريق أو طريقة التفكير اللي هي طريقة التفكير العقلاني المفتح المتجرد وغيره. معظم طرق التفكير السائلة أو أغلبية طرق التفكير السائلة في الوطن العربي لا تشجع على الحرية. والمشكلة اللي نشوفها أن الثقافة أو الثقافات الموجودة في الوطن العربي لا تزال تؤثر وبشكل كبير جدا حتى على الناس التي تطالب في الحرية ونشر الحرية. شكرا. شكرا دكتور زواوي. شكرا سيدي. شكرا سيدي. واقع أريد بالفعل هناك مشكلة في الجمع بين العنصرين، لأن أعتقد أننا نحتاج إلى وقت أكثر من تقديم، ولكن شكرا على كلامك. لأنه جرى الحديث على شيء أنا أعتبره مهم، وهو حول تحصيل كلمة الحرية في اللغة العربية ثم في الثقافة العربية أو في الحضارة الإسلامية.
في الواقع نعم من منظور الإنسان العربي يشنده إلى فعل حرب، ولكن كلمة الحرية نفسها موجودة واستعملت واستعملها أحد يعني الفلاسفة أو على الأقل أحد اللغويين الذين كتبوا قاموس يسمى الجرجاني في التعريفات، كتاب التعريفات يحصر الجرجاني الحرية عند أهل التصوف. واسمحوا لي أن أقرأ لكم نص في جملة واحدة. يقول الجرجاني: الحرية في الحرية فقط شيء آخر، الكلمة الكاملة الحرية في اصطلاح أهل الحقيقة الخروج عن ربط الكائنات وقطع جميع العلائق والأغيار، وهي على مرد حرية العام وحرية خاصة وحرية خاصة الخاصة. هذه لا يمكن أن ننكر وجود استعمال للمفرد. طبعا هذا الاستعمال لا يجب أن نسقط عليه المعاني المعاصرة، وخاصة يعني المعاني ذات الطابع الأنطولوجي ثم المعاني ذات البعد الاجتماعي والسياسي. هذه جديدة، نحن لا يمكن في الواقع أن ننظر، يعني بعض الزملاء تفضل بأن قال بأن الحرية موجودة في الحضارة الإسلامية، يجب أن نقول بعض مظاهر الحرية في الحضارة الإسلامية موجودة. لماذا؟ لأنه شئنا أم أبينا فإن الحضارة الإسلامية كانت منقسمة إلى قسمين، قسم الأحرار وقسم العبيد، وبالتالي مهما تحدثنا عن هذه الحرية فهي حرية منقوصة. ثم أن نصوصنا المقدسة تقول بالحرية مثلما لا تقول بالحرية، ومسائل الجبر والاختلاف اختلاف الفرق فيها يعود إلى قراءتهم لهذه النصوص. ولذلك لا أعتقد أنه يعني من الموضوعية أن نطرح الموضوع وكأنه يتجه بخط مستقيم. المسائل ليست بهذا الطريق. أعرف كتابا يعني لمفكر عربي وإسلامي كتب عنوانه مذهل ونتمنى أن يقرأ، كان إسلام الحرية لا إسلام العبودية، وهو حسن صحيح. وبالتالي ثم اجتهادات، لكن هذه الاجتهادات يجب أن تراعي بعض السياقات وبعض التطور. بالنسبة للفكر العربي نعم، يعني مثل ما تفضل الدكتور عبد الله الجسمي قال إنها يعني المفكرون العرب المعاصرون على الأقل أي بعد الحرب العالمية الثانية إذا شئتم استلهموا المفهوم الاجتماعي والمفهوم السياسي والمفهوم الأخلاقي من الغرب، لكن ثمة إضافات. أنا شخصيا يعني أعتقد، وهذا على خلاف ما ذكره الأستاذ المزوقي مع تقديري لكلمة، وهو أن الحركات التحررية العالمية كانت تتضمن مفهوما للحرية، هو حرية الأبطال وأكثر من حرية أنفسهم من القيد من صيغة الأهل للاندجاج. ثانيا ثم محاولتين أريد أن أشير إليهما فقط. محاولة الأستاذ عبد الله العالم مفهوم الحرية ومفهوم وكتاب الأستاذ نصيف نصار باب الحرية، هاتين المحاولتين يعني ليست كما نقول مجرد أسباب، ولكن هي في الواقع ماذا؟ الواقع إسهام في إرساء قواعد النظر في الحرية. صحيح أن الأستاذ العلوي ركز على الجانب الاجتماعي، والدكتور نصيف النصار ركز على الجانب الوجودي، ومن ذلك يعني ينتمي هذين المفكرين وككل الجيل الثاني الذي أشار إليه الزميلة في حديثه يعني إلى الجيل الذي نسميه في الفكر العربي الجيل الليبرالي. فالحرية في النهاية الليبرالية حرية. لماذا؟ لأن هذا هو هذه هي ماهيتها، ماهيتها الاجتماعية وماهيتها الاقتصادية، ونحن شئنا أم أبينا نعيش ضمن هذا العصر الذي هو عصر الليبرالية، وليس هنالك تصور آخر للحرية. يعني لو هل يمكن نتحدث عن الحرية بالمعنى الاشتراكي فقط ولا زمنه؟ هل يمكن نتحدث عن الحرية بمعنى العصور لقد ولا زمنه؟ وبالتالي أنا في تقديري بأن في الفكر العربي نحن انتقلنا من الحرية كممارسة جسدتها الحركات التحررية العربية التي أنجزت مهمتها إلى الحرية يعني كمطلب وكحق يعني يسهم فيه بعض
الفلاسفة، وهذه الندوة في تقديري كيف نفهمها؟ إنها محاولة للتأسيس والإسهام والإجابة على همومنا. شكرا. الآن دكتور الأنصاري. شكرا لحمد الأنصاري من جامعة قطر. حقيقة سؤال الحرية كان من أبرز الأسئلة المطروحة منذ وقت مبكر عقب الصدمة الحضارية للغرب على الفكر العربي المعاصر عامة. أنا أقصد الحرية بالفكر العربي من خلال ثلاثة مواقف: موقف التيار الإسلامي، التيار القومي، التيار الاشتراكي. التيار الاشتراكي ركز على الحرية الاجتماعية أكثر منها على الحرية الفكرية. الفكر القومي يمكن ركز على الحرية السياسية أكثر شيء، لكن كتطبيق وكممارسة أعتقد ما حقق في أي إنجاز. ويمكن نعرف الشعار اللي كان في عهد عبد الناصر: الحرية للشعب لا حرية لأعداء الشعب. فكل من يخالف النظرية الناصرية أو كذا فهو عدو. أنا بالنسبة أيضا للتيار الإسلامي أبي أفرق بين الفكر الديني، الفكر الإسلامي كفكر، وبين الحركات اللي تمثلت هذا الفكر. طبعا الحركات اللي تمثلت ما أعتقد كان يعني موقفها أفضل من موقف التيارين السابقين. لكن بالنسبة للفكر نفسه أنا أعتقد في تعميم ظلم معرفي، تعميم ظلم معرفي، بمعنى احنا ما نقدر ننفي عن الحضارة العربية الإسلامية انها يعني ما يعني عرفت الحرية الفكرية قد ما يكون بهالبلورة الآن، لكن انت لما تقدر تحاكم سياق تاريخي قبل 1000 سنة وتقارنها وتعمل إسقاط على الواقع المعاصر. إذا رجعنا إلى النصوص فالقرآن حافل بتعظيم عمل العقل، يعني القرآن بالذات يعني في آيات عديدة يعظم عمل العقل، ما فقط لمعرفة الخالق، أيضا التأمل في المخلوقات وسر الكون وكيف والتوصل إلى أسرار الكون أيضا. يعني ورد سمعنا أن يعني الحضارة العربية معرفة الحرية في مقام كنقيض للعبودية، وهذا مو صحيح. قد ما يكون كلمة الحرية بهالمعنى، لكن مضامين الحرية موجودة، مرادفاتها ومضامينها ومعانيها. يعني 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 في بحث أنا حكمته بالعالم الفكر نفى وجود أي حرية في التراث وفي في الإسلام، لأن ما وردت كلمة الحرية. وغفل هذا الباحث أن قد ما يكون موجود كلمة الحرية لكن مضامينها كانت موجودة. أنا بس أبي أسأل يعني هل الحضارة الإسلامية الواسعة اللي امتدت يمكن 5 قرون هل يعقل أن مثل هذه الحضارة تقوم على غير أساس من الحرية الفكرية الواسعة اللي كان موجودة في ذاك الوقت؟ يعني حتى أنا استشهد هنا بقول الفيلسوف غوستاف لابون اللي يقول أن العرب أول من علم العالم كيف تتفق حرية الفكر مع استقامة الدين. يعني الـ الـ يعني يعني أنا قصدي أن يعني محاكمة النص الديني بأن لم يرتقي هذا النص إلى المستوى المطلوب لمفهوم الحرية كقيمة شاملة لجميع الناس، أنا أعتقد تعميم ظالم. شكرا. شكرا دكتور. الحقيقة يعني أنا أعتقد في بداية الحديث شوي كنا ضايعين، أو أنا كنت ضايع على الأقل، وأنا أعتقد بدأنا نتلمس الطريق، وأنا أعتقد اللي قادنا إلى تلمس الطريق هو الدكتور مجدي صالح والدكتور محمد المرزوقي والدكتور عبد الله الجسمي
والدكتور بقورة طريقتهم نقلونا إلى جوهر الموضوع. الدكتور مجدي تحدث أن مفهوم الحرية هو مفهوم غربي وصلنا بصورة حديثة نسبيا، والدكتور محمد المرزوق قال في البداية إحنا إلى الستينات إلى السبعينات مفهومنا الحرية هو التحرر من الاستعمار، والدكتور عبد الله ربطه في موضوع الحرية والثقافة، والدكتور بقورة كان صريح وتكلم عن موضوع مفهوم الحرية في الدين وهو في مشاكل معه بين مفهوم الحرية في الدين. وإحنا يسرنا أن الدكتور محمد الغفار موجود معنا. أي لذلك شوف أنا يعني أعتقد أنه لازم نكون صريحين أكثر، مثل ما قال الدكتور عبد الله إحنا مو قاعدين في فرايبورغ أو في فرانكفورت أو في بوسطن نتكلم عن مفاهيم الحرية بصورة مجردة وأساتذة فلسفة، لازم نربطها بالواقع، لازم نتحدث عن الواقع. أنا أشوف لما نتكلم عن الحرية نبي شنو مفهوم الحرية، كيف نقيس مفهوم الحرية. للأمانة أنا بعض المرات أقيس مفهوم الحرية من خلال خطبة الجمعة، هذه شيء خطبة الجمعة يحضرها ملايين المسلمين، وللأمانة أنا بعض المرات أحضرها كمصلي وكمتفرج وكناقد. والأشهر الأخيرة صدفة حضرت صلاة الجمعة في الكويت وفي الرياض وفي طوكيو وفي أناربر ميشيغان ووين بعد، وحضرتها كذلك أعتقد من 10 سنوات في ساو باولو في البرازيل، رحت الجمعة. مستوى الخطاب مستوى متواضع جدا، ومستوى المستمعين متواضع أكثر وأكثر. ما مو معقولة تتكلم عن الحرية ونقلة نوعية بالفكر بدون ما تتكلم عن خطبة الجمعة، لأن خطبة الجمعة هي مصدر معرفي ومصدر إيماني لبلايين المسلمين. المسلمين ما يروحون يقرون بريديكلز ولا يقرون نوفلز ولا يقرون، هذا مصدرهم هو خطبة الجمعة. وفي النهاية أنا أعتقد ما في مفهوم أو نقد أو مفهوم للحرية وتطوير لفكرة الحرية بدون نقد الدين نفسه، ونقد الدين علشان يكون فعال لازم يكون من قبل نخبة من رجال الدين، لأن إذا أنا أو أنت أستاذ فلسفة ننتقد إحنا الفكر الديني نفتهم بكذا وكذا. فأنا أتمنى كنت الدكتور محمد الغفار، لأن الدكتور محمد الغفار من النخبة المتفتحين اللي مقدرين ومحترمين من جميع فئات المجتمع في الكويت. شكرا. شكرا جزيلا. الحقيقة بصدد قبل ما أدخل في الموضوع بصدد الكلام اللي قيل، هل نحن هنا بصدد إرضاء الذات أو اقترار أفكار تسعدنا لنقول نحن أول من فعلنا أو هذا موجود، هذه مسألة أخرى، هل أو نحن بصدد مقاربة موضوع بروح الموضوعية العلمية، وهذا أعتقد أنه المسألة الأساسية أو المهمة. الموضوعية العلمية تقتضي ألا نقتطف أو نقتطع استثناءات كانت في التاريخ الإسلامي ونقول أنها هي الأساس، لكن هناك أكيد طبعا هناك مسائل عظيمة في الحضارة الإسلامية نعلمها جميعا، ولكن نحن هنا لسنا بصدد أن نكترها أو نقول، يعني الواقع التاريخي للحضارة الإسلامية يكذب أن كان هناك أن الحرية التي نادى بها القرآن كانت موجودة أو طبقت على أي نحو كان. وربما يعني علينا أن احنا نرتكز أكثر على الفلاسفة والمفكرين الذين الإسلاميين في هذه الحقبة، ابن رشد الذي قال الحق لا يضاد الحق، أو حتى الكندي ولا يضيرنا أن نقتفي، الحق من أن أتى وإن أتى من الأمم البعيدة عنا أو المخالفة لنا في الملة. هذا هو الكندي. إذن ومن أجل هذا عندما نتحدث عن الثقافة العربية الإسلامية لابد من الناحية الموضوعية العلمية أن نضعها داخل سياقها التاريخي، لا نريد أن نقول أننا لم نفعل شيئا
ولكن عندما نضع الحضارة الإسلامية في سياقها التاريخي نستطيع أن نفهم أنها كانت متقدمة على الغرب في هذا الوقت. أوكي. فيما يتصل بالفكر المعاصر، الحقيقة هنا بلتحق بالدكتور عبد الله الجسمي، نحن في العالم العربي نعيش في عصور مختلفة في هذا الواقع. لا يمكن أن ننكر من حيث المبدأ أن مجتمعاتنا العربية المعاصرة ورغم الظواهر التي تشي ظاهريا على الأقل بكم من التحديث، ظلت في حقيقة أمرها مجتمعاتنا مجتمعات تقليدية، أي على شكلة تلك المجتمعات العتيقة التي تتداخل فيها بشدة مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والدينية والفنية لتضمن وحدة ما لوجود شامل الاندماج، تغيب في خضمه أي حرية فعلية، لأنه لو كلنا دخلنا تحت هذا السقف غابت هذه الحرية الفعلية أو حتى نظرية تنظر للإنسان، ولا يبرز في مجتمع كهذا أي إشكالية للمعنى. وإشكالية المعنى في الفلسفة مسألة أساسية ومهمة اليوم. فالمعنى واحد وواضح منذ البداية بحكم النص الديني كما يرى دعاة الحداثة، ويبرر الأصوليون ذلك بكونه النص الشرعي الوحيد القادر على إدارة حياة البشر في الدنيا والآخرة. وعلى عكس ذلك سنجد أن الدين في المجتمع الحديث يصبح محددا بدائرته فحسب، باعتباره بعدا خاصا للحياة الاجتماعية، بحيث يصبح مع هيئاته الخاصة به منفصلا ومتخصصا، وهو الأمر الذي يرفضه بطبيعة الحال الأصوليون الذين يرون ضرورة أن يكون الدين هو المهيمن على حياة البشر في دنياهم بحكم أنه المرجع الوحيد المحكم في الدنيا والآخرة. ولكي نفهم على وجه التحديد ما يثقل على الفكر العربي من هموم، علينا أن نلقي بنظرة على أبرز مشكلات واقعنا المعاصر في العالم، في عالمنا العربي والإسلامي. واقعنا يزخر بعدد كبير من المشكلات المعقدة لن أشرحها. هذه المشكلات باقي معقدة دقيقة واحدة حاضر، ومتراكبة طبعا عبر عقود طويلة على جميع الأصعدة. إذا نظرنا على الصعيد مثلا السياسي حنجد افتقاد أغلب أنظمتنا العربية إلى مشروعية محددة ومعروفة لنظم الحكم، إضافة إلى غياب آليات محددة لانتقال السلطة. لن أطيل في هذا. البعد الآخر سياسيا، معظم أنظمة الحكم في بلداننا مستبد وتفتقد إلى أبسط قواعد الحكومات الرشيدة، لن أطيل. افتقدنا المساواة الحقيقية أمام القانون، فما زلنا نتعامل على أساس الانتماء الديني أو المذهبي، لن أشرح هذا. مشكلات في التمثيل السياسي للأقليات الدينية والعرقية التي تحظى بها مجتمعاتنا، لن أشرح هذا أيضا. تحكم أجهزة الدولة الحكومية في المجتمع المدني، بحيث يشمل هذا التحكم كل ما يتعلق بهذا المجتمع من معاملات أو مبادلات، انعدام مبدأ السلطة المختلفة في الدولة، على الصعيد الاجتماعي. لا لا لا، أنا بحضر شيء آخر على فكرة. المعوقات هذه بالنسبة لي ليست معوقات، ولكن محاولة تشريح للواقع الذي نعيش فيه. أختم على الصعيد الاجتماعي والفكري والثقافي، انتشار الجماعات التكفيرية، كراهية واحتكار المختلف والمخالف في الرأي، تراجع دور الجامعة في المجتمع بوصفها القاطرة التي تجر البلاد، ربما أيضا فكرة بالمجمل افتقدنا الحريات التفكير والتعبير عن الرأي التي تجرمها بعض قوانيننا. قوانيننا تجرم حرية الرأي لأنها تضع بعض المواد الخاصة في الدستور، مثلا ازدراء الأديان أو الكراهية أو نشر الكراهية، وكل هذه المواد وكأنها سيوف مسلطة على رؤوس الجميع، لأنها بتخضع في النهاية تبعا للتفسير الذي يقوم بتفسيره القاضي. شكرا.
أنا سأنطلق من ال يعني الم... إن شاء الله أقل إن شاء الله من دقيقتين، يعني أنطلق من الملاحظة النبيهة للأستاذ صادق يعني حول عدم تأسيس لمفهوم حرية الفكر عربيا. يعني لنسأل الآن لو عقدنا مقارنة بين الفترة طه حسين واليوم، يعني ما واجهه كتاب طه حسين في الشعر الجاهلي من احتجاجات وهجمة واسعة اضطرت مفكر بهذا الحجم لأن يتراجع ولو بمكر يعني عن بعض طروحاته، وبين الحال الآن، يعني حتى بدل أن يكون هناك يعني مسار تصاعدي نحو الأمام بحيث تتسع مساحة الحريات المتاحة للفكر، نجدها إلى المزيد من التقلص. يعني أمر مشابه للذي حدث لطه حسين حدث مع نصر أبو زيد مثلا ومع آخرين غيره من المفكرين العرب. المشكلة الآن ليست في أن القيود على حرية الفكر تأتي فقط من الدولة، من أجهزة الدولة، أجهزة المعنية بالرقابة وبالإعلام أو إلى آخره وقوانين النشر والمطبوعات، وإنما أيضا من قوى مجتمعية أصبحت متنفذة وربما يعني استشرى نفوذها، بحيث أن الدولة نفسها أصبحت تتماهى معها وتخضع لشروطها وتصبح يعني منفذة لأوامر ورغبات هذه القوى. يعني لم تعد حرية الفكر فقط هي مسألة محصورة بين المجتمع من جهة والدولة من جهة أخرى بصفة الدولة ضامنا أو يجب أن تكون ضامنا لحرية الفكر، وإنما أيضا أن هناك قوى مجتمعية أشد خطورة وأكثر محافظة من الدولة وتنازع الدولة في مناطق نفوذها تقوم بهذه المهمة. لذلك يعني لن يصار يعني أو لحرية فكر حقيقية في العالم العربي إن لم يجري تأصيل لهذا المفهوم بحيث يكون جزء من التربية، جزء من التربية بحيث ترسخ فكرة أن حرية الفكر، حرية المعتقد، التنوع، احترام تنوع والتعدد الموجود في المجتمع هو واجب على الدولة أن تضمنه، على مناهج التربية والتعليم أن تضمنه، على الأجهزة المعنية بهذه المسائل أن تضمنه، وأن تضع الدولة نفسها في الموقع الوسط في المجتمع بحيث أنها يعني تستوعب كافة التوجهات الفكرية والسياسية والمجتمعية المختلفة وتصون حريتها، لا أن تكون تحت ضغط أو شروط يعني قوة مجتمعية على يعني إنجاز القول يعني أكثر على يمين هذه الدولة نفسها. شكرا. أريد أن أقدم ملاحظة صغيرة فقط، وهذا تعليق على ما قاله زملائي وما قيل في الجلسة الأولى. أريد أن أسلط في هذه الملاحظة الضوء على العلاقة الأخلاقية الجوهرية بين حرية الفكر من ناحية ومن ناحية الدولة من ناحية وممارسة هذه الحرية من قبل الفرد من ناحية أخرى، الفرد في المجتمع أعني، لأنني أعتقد أن المعيار الأعلى الذي يحدد سلطة الدولة أو المجتمع في تحديد حرية الفكر أو حرية التعبير، المعيار الأعلى هو القيم الأخلاقية التي يعتنقها المجتمع بغض النظر عن نوعه، إن كان في الغرب أو الشرق. حتى في البلاد الغربية القيم الأخلاقية تختلف من مجتمع إلى آخر، وتحدد الحرية وحدود الحرية بناء على هذا التصور الأخلاقي الممارس والمعترف عليه في تلك المجتمعات، وهذا ينطبق على مجتمعنا العربي، ولا يمكن ولا يجوز لنا أن نقلد المجتمعات الغربية في ممارسة حرية الفكر، بل يجب أن تنطلق من مفهومنا وحياتنا وقلبنا الأخلاقي الذي نعيشه، أي من قيمنا الأخلاقية التي نعيشها كمجتمع عربي إسلامي. أقول ذلك لأن من واجب الدولة ومن حقها أيضا أن تمارس أو تحدد
أي تعبير فكري معين أن تحدده طالما وعندما يؤدي إلى أذن هارم، إلى أذن معين. لا يجوز لتعبير أو فعل تعبير معين أن يؤذي، وهذا ما نشاهده، وهذا ما نشاهده. ولكن السؤال الذي أريد أن أيضا أسأله هو ما يلي: هنا مجتمع عربي إسلامي، خلينا نقول الكويت، وهنا معايير معينة تنطبق على الفرد من قبل الدولة ومن قبل الفرد لنفسه، ولكن ماذا عن الإنسان المسلم الذي يعيش في هذا العصر العولمي في بلد غربية؟ ما هي المشكلة؟ أريد أن لا نكون محصورين في مجتمع معين، ولكن في المجتمع العربي أو المسلم بحد ذاته بغض النظر. شكرا. أنا لدي تعقيب أيضا سريع قبل ما أدخل في المحور. هو أيضا الدكتور محمد عبد الغفار يعني ذكر بعض الأمور يعني توحي بي دائما. هذه الفكرة تتكرر، فكرة السبق، الحرص على السبق. وأنا أعتقد هذه الفكرة يعني هو بالنهاية الأفكار وليد يعني الإنسان، الأفكار الإنسانية وإن وجدت في بقعة جغرافية معينة ليست يعني ليست ملكا فقط لمن يعيشون على تلك البقعة. الأفكار الإنسانية متعددة، لذلك أحيانا قد يدفعنا السبق، محاولة السبق في كل شيء، إلى للأسف تزوير الحقائق التاريخية ربما من غير عمد. يعني أنا قرأت قبل فترة الدكتور محمد الطبطبائي عندنا بالكويت مثلا كتب أن دستور المدينة هو أول دستور وضع في، وكأنما في أرسطو قبله، وكأنما في سولون، وكأنما في دساتير لأثينا، وكأنما في يعني لا نتمادع كثيرا في محاولة السبق في كل شيء. أيضا الدكتور تتكلم عن الحرية السياسية أن أول من أقرها هو الإسلام. هذا أعتقد يعني تاريخيا لا يجوز قول مثل هذا الكلام. يعني الدويلات أكثر من 80 دويلة في فقط في أثينا وما يجاورها، فما معقول أن ما وضع في دساتير وكذا. فبالتالي لا تأخذنا مسألة السبق في كل شيء إلى مخالفة الحقائق التاريخية على الأرض. الأمر الآخر أيضا من ناحية أين نقع في المطب فيما يتعلق في دفاع الإسلام عن فكرة الحرية، يقع في مطب التناقض أحيانا. كمثال حقوق الإنسان، يعني دائما نسمع مقولة أن حقوق الإنسان أقرها الإسلام كحق أصيل لكل نفس بشرية، وأيضا نسمع مقولة حقوق الإنسان بضاعة غربية وغير مسلمة لنا كأمة لها ثقافتها. هذا تناقض، إما هذه أو تلك. الآن لفك هذا التناقض، من الواضح أن ما يقصده رجال الدين لدينا بحقوق الإنسان هي واجبات العبد، لأنه لا يقر هذا الحق لأخيه الإنسان من حيث هو إنسان، وإنما يقره لأنه مأمور من خلال دينه بيقر هذا الحق. وهنا هذا واجب للعبد وليس حقيقة احترام لحقوق الإنسان كنابع من طبيعة البشر. أريد أيضا أن أنتقل إلى أيضا حتى أشبك في موضوع العلاقة بين الفكر والحرية. سمعت الأخ الزواوي وأنا اتفقت معه في نقطة من قبل، الآن سأختلف معه بنقطة أن والله الحرية بمفهومها الاشتراكي اختفت. وأنا أعتقد هذا قول خطير جدا، خصوصا أن يقال الآن في ظل ما تشهده الحركات اليسارية في أوروبا وغيرها، في ظل يعني أقصد هذا القول فيه تجني على حتى أو في تسويق لمفهوم الحرية بالمفهوم الغربي بتركيزها على الفرد، وهذا التركيز الطاغي هو الذي مع الأسف جعل وكأن الحرية مرتبطة فقط بالفرد. هناك أيضا منظور ماركسي للحرية يرى أن التركيز على حرية الفرد داخل نظام ليبرالي لا يمكن أن يجعل من الإنسان حرا، بل يشوه ويشيئ الإنسان، يجعله خادم للآلة في سبيل فئة معينة ثراؤها على مصلحة الناس الآخرين. التركيز على حرية التعبير، التركيز على حرية التفكير، التركيز على الحريات الفردية يبرز في الإعلام خاصة لدينا مع الأسف هنا في الكويت وفي دول كثيرة،
على حساب حرية الاجتماعية، على حساب حرية العيش الكريم، على حساب حرية أن لا تكون لك الحرية في خنقي اقتصاديا ولا في خنقي في أن أكون أعيش عيشة كريمة. هذه الجوانب مع الأسف لا ينظر لها على حساب والله الحرية الفردية والحرية وكأنها مرتبطة فقط بالفرد. وهذا الكلام يعني حقيقة المفروض أن نقف عنده مليا، ونعرف أن هذا خطير جدا أن لا ننظر إلى الحرية بمفهومها الاجتماعي، وأن الحرية ليست مرتبطة فقط بالفرد، وإنما تتجاوز ذلك إلى حرية حق البشر في أن يعيشوا حياة فيها مساواة وفيها عدالة اجتماعية. فكرة العدالة الاجتماعية مع الأسف لا أراها مطروحة مع كل النقاشات اللي دارت، ربما فاتني منها شيء ولكن لم أراها مطروحة. كل الحرية حرية الفرد، لذلك بدأت في مداخلتي بأن حتى المفهوم الذي أسوقه عن الحرية قصور، وهذا جانب من جانب القصور لأنه يعتمد اعتمادا كليا على الحرية الفكرية. أخذ نقطة لو سمحت لي دكتور، اللي هي بالنسبة لي الفكر المعاصر بداية متى بدأ، هو دائما في مبالغة في دائما أنه بدأ في مواخر القرن 18 مع طبعا حملة نابليون بونابرت على مصر وأيضا على سوريا. الفكرة للأسف دائما تبرز أن هذه الصدمة الحضارية لمصر جعلت يعني هذه بداية النهضة، وهي حقيقة لم تكن صدمة حضارية بمعناها العميق، هي فقط صدمة بثمار المنهج العلمي الذي أنتج كل النتاج العلمي الذي جلبه نابليون. نحن نعرف أن نابليون جلب أكثر من 100 عالم معه لمصر. هذا الشو، هذا الاستعراض بنتاج الحضارة هو الذي اهتم به مفكرو العرب في بداياتهم مثل علي عبد الرزاق وغيرهم ومحمد عبده وغيرهم، كان التركيز على محاولة جلب أفكار نتجت من ظروف موضوعية ونتجت من منهج علمي وثورة علمية كانت موجودة في الغرب ليست لدينا، نحن فقط جلبناها. هذا الجلب للأسف لم ينفذ إلى الجذور وإنما ناقش فقط القشور. لذلك عندما نقول أن المشروع التنوير العربي فشل، أنا أعتقد أنه لم يفشل لأنه لم يبدأ أصلا. شكرا. شكرا. استكمالا لما سمعته من الدكتور فهد قبل قليل، أعتقد أن السمة الطاغية على الحرية في الفكر العربي المعاصر هي الحيرة. الحيرة بمعنى أننا دخلنا في مفهوم وفي طور اجتماعي قلب منظومة القيم الاجتماعية التي كنا قد بنينا حياتنا ككل في العالم العربي والإسلامي على مدى قرون طويلة. فنحن في حالة أنوميا حضارية، باللغة العامية يقال لمع جد بخير ولمع ست بخير، هذا يصح علينا بمعنى أننا ما هي القيم التي سنستلهم منها مفهومنا المعيش للحرية؟ أهو التراث القديم الحضارة ككل، أم هل هي الحداثة الغربية؟ طبعا الدين والحضارة والتراث حاليا غير كافية، أما قيم الحداثة الغربية فأيضا هي غير قابلة للنقل كما هي. لذلك نحن في حالة أنومية، في حالة اختلال عام تجعلنا في حيرة في المجالات كلها، وبخاصة في فهمنا للحرية. ما هي حدود الحرية؟ وهل أن هذه الحرية تشمل المعتقد أو لا تشمله؟ هل هي حرية اجتماعية وضمن أي حدود؟ هل هي
حرية فكر، وهل تصل إلى حدود التفكير السياسي أم لا، لم يقم بعد حتى الآن المفكرون العرب بحسم هذه المسألة، بحيث أنهم لم يبيئوا بعد الحرية على مقاسات عربية معاصرة. لذلك أكتفي بهذه الملاحظة، الحرية عندنا هي حرية الحيرة، وأمل أن تكون هذه الحيرة البناءة مستقبلاً تمهيداً لوضعية أفضل، حيث أن الاستمرار في الحيرة إلى ما لا نهاية لا يبشر بالخير. شكراً. شكراً سيد الرئيس. المجتمع والبيئة لها أثر كبير على تكوين الأفكار وعن تعبير عنها، ولذلك حتى بس يعني دكتور فهد ولا ما يزعل، النبي صلى الله عليه وسلم قال: يولد المولود على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجرسانه. يعني البيئة لها أثر، وأنا لي بحث ألقيته في المغرب في إحدى الندوات عن أثر البيئة في تكوين الآراء الفقهية. يعني إحنا الآن، يعني أنا لو ما كنت مولود في أسرة سنية ما كنت صرت سني، غيري مو مولود في أسرة مسيحية أو كذا ما صار. يعني ما عندنا دائما يعني هناك أثر البيئة، ولذلك المجتمع العربي والمجتمع المسلم عموما بعد اتفاقية سايكس بيكو صارت فيه هزة كبيرة، لأن أول مرة الدولة الإسلامية تكون مش دولة واحدة، ما في خلافة، ما في حاكم، ولذلك نشأت الحركات الإسلامية هذه، يعني بغض النظر عن اتفاقنا أو خلافنا معها، التي تدعو إلى استعادة الخلافة. المشكلة أن هذا الصراع السياسي، وأن بعد سايكس بيكو الدول معظمها العربية والإسلامية كلها تحولت إلى دول دكتاتورية، بعضها باسم العلمانية والحرية مثل أتاتورك وغيرهم وغيره، فجعل هناك صراع سياسي. هذا الصراع انعكس على أدبيات مجتمعنا، ولذلك أنا أتفق مع الدكتور الأنصاري بأن ننظر الفكر شيء والحركات الإسلامية شيء آخر. الحركات الإسلامية برأيي الشخصي أساءت إلى الإسلام وإلى الفكر الإسلامي من حيث أرادت أن تنفع، ولذلك يعني أدخلت في الفكر الإسلامي قضايا كانت سبب يعني نتيجة الفكر، وهذه الأشياء اللي أدخلتها الحركات اللي شفناها في القاعدة وداعش وما أشبه ذلك هي نتيجة هذا الفكر الذي جعل السياسة والحاكمية أساس، يعني قضية الحاكمية، قضية الولاء والبراء، قضية الفرقة الناجية، هذه الأشياء يعني انعكست على تصرفاتنا السياسية وفكرنا السياسي، وكذلك الحاجة الاقتصادية اللي صارت في المجتمع والفقر. يعني كانت دولنا في أيام الملكية راح نبكي عليها، يعني القاهرة كانت، الإسكندرية كانت مرتين يغسلون شوارعها في اليوم. اليوم يعني يمكن الإنسان في بلادنا العربية ما يحصل في الشهر مرة يتسبح، إلا في دول يعني معينة يتسبح إن يستحم يتروش. فهذه الأشياء انعكست، يعني حتى فكر يعني الفكر اليساري أو الاشتراكي اللي انتشر عندنا في الاقتصاد، حتى واحد مثل مصطفى السباعي يكتب اشتراكية الإسلام وما أشبه ذلك، ونتج عن نتيجة الحاجة. وكذلك العادات والتقاليد لها أثر في أفكارنا، وأثر أيضا في التعبير عنها. أنا أقول لكم حكاية صارت لي في البيت. أنا عادة أنا أصلي في المسجد، وإذا ما رحت مرات المسجد أصلي مع الأولاد. مرة من المرات ما عندي إلا زوجتي، أنا مالكي المذهب، إحنا نسدل ما نكتف في ديننا ونسلم تسليمة واحدة. بعد ما صليت فيها وسلمت كانت تقول لي: ما تصير شيعة أحسن. يعني بالنسبة لها
قلت لها ليش أصير شيعي؟ يعني مو مهم، مو مشكلة، بس لكن أشوف شلون العادة. قالت شلون ما تجتهد تنزل إيدك؟ قلت لها شوف ما تشوفين الشيخ زايد والشيخ في الإمارات ما يجتفون، هذا المالكية. قالت ليش تسلم تسليمة واحدة؟ يعني هي أخذت فقهها من العادات والتقاليد اللي موجودة في الكويت، فهذه العادات والتقاليد أيضا قد تحدك أنك أنت لا تعبر عن كثير من الأفكار اللي تعارض واقع المجتمع، لأن المجتمع حاكم حتى لو ما كان قانون. ولذلك معظم الأفكار الموجودة الآن بعد يعني في العصر الحديث أو ما يسمى بعصر النهضة هي أفكار ناتجة كردود فعل في مجتمعات مريضة، ولذلك لا تعبر عن الفكر الإسلامي الصحيح، وأيضا حتى عن الفكر العربي الصحيح إذا أردنا نجعل الفكر العربي أعم الإسلامي، بينهم عموم وخصوص مطلق، لأن الإسلامي في جهة غير المسلمون من غير العرب أكثر من العرب، ومن جهة العرب غير المسلمين موجودين يعني بيننا. فأعتقد يجب أن ننظر يعني إلى الحريات في مجتمعاتنا الحالية وفي كل مجتمع من واقع يعني ما يسود المجتمع من ظروف اقتصادية وسياسية واجتماعية وغيرها. وشكرا. أود أن أحصر المسألة في الموضوع اللي كنت بدأته والذي هو موضوع الحرية الشخصية. طبعا هنا تعقيب أولي يتعلق بما يتعلق بالماضي. أنا أعتقد أنه ليس من الصعب أن نجري بحث فيلولوجي أو بحث تاريخي نثبت به بكل بساطة أن الحرية الشخصية هي مفهوم جديد بالنسبة للتراث العربي. يمكن يكون من مظاهرها كحرية شخصية أجدها في التاريخ، وهنا أعقب أيضا على ما قاله الأستاذ الزواوي، أي أصل فقط تعقيب صغير. في مظاهر للحرية الشخصية في الماضي العربي وتناولتها الدراسات، من مظاهرها التصوف. التصوف يعبر عن مد للحرية الفردية الشخصية. القبيلة أيضا، والقبيلة لا يخفى على أحد أنها إلى اليوم ما زالت تمثل فضاء حرية مقابل لسلطة الدولة في كل البلاد العربية بدرجات متفاوتة. أعود لمبدأ الحرية الشخصية. خرجت انتهيت في كلمة تدخلي السابق إلى أن العرب في الخمسينات وصلوا إلى تقريب فهمين أو شاع بينهم فهمين، فهم الحرية على أنها حرية الأوطان، وفهم الحرية على أنها حرية اجتماعية. هذا المبدأ في الحرية الاجتماعية، حرية الأوطان تحققت، مبدأ الحرية الاجتماعية أخذت إيديولوجيا الدولة احتوت. ولا ننسى دائما أن كل الأنظمة العربية كانت تقدم نفسها على أنها أنظمة تحريرية من الناحية الاجتماعية. حتى البعثيين كانوا، رغم أن تاريخ معروف، لكن كانوا يقدمون أنفسهم على أنهم مشروع تحريري للمجتمع ويتلاعبون بموضوع المرأة وإلى آخره. لكن نلاحظ أيضا أن هذه المكتسبات الليبرالية اللي أخذوها من العصر الليبرالي، نلاحظ أولا أنها تقهقرت بسرعة ابتداء من الثمانينات. لم يعد هناك خطاب ليبرالي حتى في المستوى الاجتماعي، وقع التقلص. ثم ربما من الأصل أن هذا الشعار الليبرالي تبني، وقع تبنيه بغاية دعم الموقع السياسي للفئات التي حكمت الدولة العربية، بمعنى أنها أخذت هذا الشعار بغاية مواجهة خصومها، وهذا أنا في تونس أعرفه معرفة جيدة. يعني بورقيبة كان يتبنى موضوع المرأة فقط لمواجهة الزيتونة في الأصل، عندما توفرت له الفرصة شجع على قوانين. يعني لم يكن هناك حركة فعلية وراء الشعارات الاجتماعية. نقطة ثانية، عندما نشأت الدولة العربية نشأت، وهذا أنا أرى من المهم إدراكه، نشأت وسط إيديولوجيا توفيقية. الدولة العربية توفيقية، هي وطنية وليبرالية واشتراكية وشعبية، وهناك أسماء دول تلخص تقريبا، هذا لا فائدة من ذكرها، لكن تلخص كل هذا. يعني هي دولة احتوائية توفيقية، ما فيش إدراك لموضوع الحرية.
الشخصية بمعناها الفردي ليس هناك إدراك وليس هناك تنظير. ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن سدت المنافذ على كل حوار اجتماعي. كان من الممكن لو وجد حوار اجتماعي في المجتمعات العربية أن لا نصل إلى ما نحن فيه، لكن وقع سد المنافذ. والنتيجة الدليل القاطع على أنه وقع سد المنافذ أننا بعد 3 عقود ماذا نجد؟ وهذه حجة تاريخية، يعني مش رأي، حجة تاريخية، أن الدولة العربية نهاية 70s كان الإسلامي غاضب عنها والليبرالي غاضب عنها والاشتراكي غاضب عنها. ماذا حدث في هذا السياق؟ ماذا حدث للفكر؟ وهنا أصل إلى كلمات كليمات كما يقول طيب صالح عن الحياة الفكرية. الحياة الفكرية تفككت، لم تعد هناك حياة فكرية، لأن كل تفكير هو موضع للشكوك. المثقفين الكبار الراسخين في المثقفين الكبار الراسخين في الحداثة الفكرية كلهم عاشوا خارج الوطن العربي، الراسخين فعلا، يعني كبار العباقرة في دراسة التاريخ وتاريخ المجتمعات وثقافة المجتمعات عاشوا على برا. ماذا بقي في البلاد العربية؟ بقي من حسن الحظ الإطار العربي الذي ربما نحن فيه اليوم. الإطار العربي كان يسمح بقول ما لا يمكن قوله في الإطار اللي يسموه قطري، يعني الإطار المحلي، وكانت المخابرات تغض النظر على إطار يعني ليس وطني خارج. لم يتأسس لحرية فكرية. أكثر من هذا، الضرر كان أكبر، بما أن حتى الجدل الجاري وسط العالم العربي وفي إطار مثقفيه أخذ اتجاهين، وأنهي كلامي على هذا. الاتجاه الأول هو الموضوع السياسي، ويمكن تبيان الفكرة القول أن كان في مسعى للإصلاح نوعا ما ارتشفته القضية الفلسطينية ومناقشة الوضع العربي إلى آخره. هذا تيار سياسي قوي جدا، يمكن يعكسه مركز دراسات الوحدة العربية أو شيء من هذا القبيل. هذا اتجاه اكتنز، أخذ قوة، شحنة كبيرة من الطاقة. الاتجاه الثاني هو الجدل الإيديولوجي، يعني الجدل الإيديولوجي بين صلاحية الإسلام من عدم صلاحيته. هذا أيضا ارتشف ما تبقى من الدائرة الفكرية. هل هناك أعمال تأسيسية؟ ذكر بعض الزملاء بعض الأعمال على المفاهيم. مفهوم الحرية لعبد الله العروي هو كتاب مؤسس، لأنه يوضح السبل فيما تعنيه الحرية في مرور المفهوم من الثقافة الغربية إلى الثقافة العربية. وشكرا. شكرا. هناك عديد من بين المفكرين العرب الذين تعرفت على فكرهم داخل العالم العربي وخارجه، من يرون أن الأمة العربية في حالها الراهن قابعة في وضع غيبت فيه الاهتمام بإفساح نطاق الحرية وتأصيل حقوق الإنسان وحقوق المواطنة. في البنية الدستورية للدولة، أي بمعنى أنها ما أودعت هذه الاهتمامات في البنية الدستورية للدولة، خلتها عائمة هكذا ورتبت وضعها خارج هذه الاهتمامات. وكل ذلك طبعا سبب ولا يزال بنظرهم الاستدامة هذا الرباعي الذي نعاني منه. الرباعي أقصد به الاضطراب السياسي، ما بالضرورة في منطقتنا يعني قريبة، لكن في العالم العربي لما ننظر إليه، التشرذم الاجتماعي، العجز الاقتصادي، والتخلف المعرفي. بدوري أراني مشاركا هذا النظر، وأراني أيضا مع الكثيرين منا في الواقع مثقل
بأسى شديد إزاء هذا الذي ما زلنا نشهده ونعانيه من هذا الحال. بنظري لكي تكون هناك محاولة جادة لنهوض هذه الأمة، ودعني أقول أنه لا أرى نهوض أي دولة عربية إلا في إطار وفي حضن الأمة ككل، وإذا ما صار هذا فنكون طبعا كما نحن مثل ما نقول واحد هنا وهناك، ولكن ليس على المستوى الذي يعطينا مدخلا إلى العصر الحديث. وأقول لكم شيئا أيضا، من الحضارات المتواصلة في العالم حضارتين التي ظلت ولليوم مع ما طرأ عليها من تخلف ولكن بقى لها تواصل مع ماضيها، الصين والهند. ولاحظوا أن هذه الأمم ضخمة، لكن كل منها عندما رأى قادتها المتبصرين في أمور هذا العالم المعاصر وجدوا أنهم لا يستطيعون دخول هذا العالم المعاصر إلا بفكر جديد، لا يستطيعون أن يبنوا شيئا على بضاعتهم القديمة. نعم يصطحبونها، يسترشدون بها، يوقرونها، يتعاملون معها بالحسنى، ولكن لكي يوجدوا أساسا لهذه الأمة لكي تعود لتكون إحدى الروافد الحضارية الكبرى التي كان لها هذا الدور في الماضي، تحتاج إلى إعادة نظر في كثير من هذه الأمور التي هي من طبيعة الاجترار من الماضي وإهمال ما هو موجود أمام أعيننا من هذا الحاضر. لعلنا ما نشعر ماذا حصل، لأنه انظروا كل هذه الحداثة ليست بأفكارنا، هي من أفكار الآخرين، ومع ذلك نقول لا بأس نبني فندقا كهذا، نعمل طرق، نعمل كذا، لكن في أنفسنا نتمنع من أننا نحدث ذاك التغيير الذي قال به القرآن الكريم: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما في أنفسهم. وهذا يعني التغيير، التطوير، الاستبصار من الداخل. الفرد إذا تغير، تغير المجتمع بالكم الفاعل، وبالتالي تكون لهذه الأمة بداية جديدة. شكرا. الفكر العربي المعاصر وحرية الفكر، هل وجود حرية الفكر يضمن حرية ويضمن استقرار؟ وهل هناك هوية لما يسمى بالفكر العربي المعاصر؟ هل هي عربية؟ عربية إسلامية؟ إسلامية عربية؟ إسلامية فقط؟ وما هي مكونات هذه الهوية؟ وهل هذه المكونات في حالة فعالية، في حالة عمل؟ هذا يجب أن يشغل تفكيرنا أو يشغل بالنا عن هذه الهوية. حرية التفكير لا، حرية الفكر لا تكفي وحدها. أوروبا مصدر حرية الفكر أو نتيجة عصر التنوير ومفكر التنوير، لكن خلال أقل من نصف قرن هذا العالم، عالم التنوير، عاش حرب عالمية أولى وحرب عالمية ثانية، وبالتالي هذا يؤكد أن حرية التفكير لوحدها لا تكفي. بدون القيم الإنسانية المشتركة فإن حرية التعبير في نتائجها السلبية التي لا يمكن أن يتحكم فيها باسم حرية التعبير، حرية الفكر، ممكن أن تؤدي إلى حرب عالمية ثالثة، وهي نعيشها بحرب اليورو، بأزمة اليورو حاليا.
وبالتالي يجب أن نعيد فهمنا لمفهوم أو لبؤرة أو نواة حرية الفكر بدون قيم إنسانية. والقيم الإنسانية دي مشتركة بين كل الشعوب، بين كل الأديان، بغض النظر عن المكان والزمان والإنسان، وبالتالي لا يختلف عليها أحد. وده هذا شبيه أو الوجه الآخر للحرية، لأن الحرية لا يختلف عليها أحد أيضا إن وصلنا إلى مستوى راقي من الحرية. وبالتالي يعاد النظر في مفهوم حرية الفكر ومحتواها بدون، لأن أنا حر فأنا إنسان، وبالتالي الإنسان يكسب أو يكتسب قيمته من خلال ممارسته للقيم الإنسانية في حياته اليومية، مهما كانت رتبته وراتبه ومنصبه وأصله وفصله. بدون ممارسة القيم الإنسانية فهو عديم القيمة، وبالتالي لا يمكن أن نتغاضى عن هذا المحتوى كمحتوى لمفهوم حرية الفكر حتى نستطيع أن نستمتع بنتائج هذا الفكر. شكرا. لدي إضافة قصيرة فقط. أعتقد أن هناك اتفاق أن مفهوم الحرية بمعناه السياسي لم تتضح سماته ومضامينه في عالمنا العربي، وبالتالي هذا هو مصدر الحيرة التي ذكرها الدكتور معتوق في حديثه في مداخلته. لكن قبل الحديث عن الفكر العربي المعاصر، من المفيد العودة السريعة للماضي لنتعرف على حاضرنا وربما مستقبلنا. تاريخنا يشير إلى أن الاغتيالات كانت أبرز وسائل السياسة في عالمنا العربي والإسلامي، والاغتيال كما هو معروف هو نقيض الحرية وأعلى مراحل الطغيان، خاصة عندما يرتدي عباءة الدين ويفصل هذا الدين على مقاسه. هذا الماضي الدموي الذي درسناه وسمعنا عنه بكل شراسته ما زال يكرر نفسه في حاضرنا وإن اختلفت الشعارات. ما زال هذا الماضي يكرر نفسه، ما زلنا نرى من يلبس عباءة الدين ويرتكب الجرائم بدعوى هذه العباءة. وشكرا على كرمك لأني تناولت الكلمة للمرة الثانية، لكن في الواقع تكلمت عن العنصر الأول الخاص بالفكر العربي، وأريد فقط أن أوضح يعني أو أبين فكرة فيما يتعلق بالعلاقة يعني بين الفكر والحرية. أولا يعني من محاسن الحرية الاختلاف، والاختلاف يصعب تحمله، ولذلك نحتاج إلى ممارسة. وما ذكره زميلي الدكتور فهد هو عين الصواب، عين الصواب. لكن فقط كان حديثي أنا بالنسبة للفكر العربي أننا لا نملك يعني الجهود التي ذكرتها وهي جهود العروي ونصيف نصار، هذا يعني يدخلون ضمن المجال الليبرال. سمير أمين وهو يعني مفكر ماركسي من الطراز الأول لم يتناول في حدود ما قرأت له موضوع الحرية، لكن نحن نعرف بأن اليوم يعني بعد يعني أحداث الربيع العربي ومهما كانت يعني آراؤنا، فهي فرضت علينا النظر في هاتين القيمتين، قيمة العدل وقيمة الحرية. والفكر العربي لم يسهم كثيرا في هاتين القيمتين، إسهامه يعني محدود مثل ما ذكر. لكن في العالم نعم في العالم ثم إسهامات ما تفضلت به كريم. الآن النقطة التي تعنيني هي العلاقة بين الفكر، يعني عمليا شخصي العلاقة بين الفكر والحرية هي واقع قائم. الفكر حر عندما لا ينتقل إلى مرحلة، لكن هذه وبعض زملائي وخاصة يعني زميلتنا هنا أعرف أنها مهتمة، لكن ما هي تلك الذات الحرة؟ هاي المشكلة الكبيرة، الذات التي تحمل الحرية والفكر الحر، لأن ثم نوازع، ثم شيء أحدثه فرويد تعرفونه وهو اللا شعور ولا وعي ولا مفكر فيه. فهل يعني كل ما نعتبره الفكر والحرية علاقة تلازم؟ هذه مسألة يعني فيها نقاش. فإذا ثم إذن
واقع وهو نفسي، وهو أن العقل بطبيعته حر. لكن أكبر مشكلة بالنسبة إليه هو عندما نسأل ما العلاقة بين الفكر وبين التعبير. هنا أريد يعني أن أذكر زملائي، لأني أعرف أنهم يعني أدرى بهذه الوقائع كثير. لو عدنا إلى القرن 18 الذي نعتبره عصر التنوير ونقرأ نص كانت، ما التنوير؟ في هذا النص كانت نفسه يقول بأن استعمال العقل في المجال العام يعني المطلق هذا حر، لكن في المجال الخاص محدود. وأين محدود؟ محدود أمام الحاكم ومحدود أمام الدين. ولذلك يتوجه إلى السيد فريدريك يقول له أنت لن تكون حاكما عظيما إلا إذا أفسحت المجال للحرية. هذه إذن ماذا؟ يعني في القرن 18 كان الأوروبيون أشبه ما نكون نحن، أشبه يعني، ولكن كل مقارنة خاطئة. أقول لماذا؟ لأن نحن اليوم يعني لدينا دساتير، لكن مشكلة هذه الدساتير لا تطبق، لأن يعني دساتيرنا تتضمن مبدأ الحرية لكن غير مطبق. النقطة الثانية، قرأت يعني في سبيل إعداد هذه كتاب كتبه مؤرخ بيوني في حرية الفكر، وهو مؤرخ في العصور الوسطى، يتابع هذا الأشكال الحرية من اليونان إلى اليوم. ماذا يعني ذلك؟ طرح الأستاذ فهد دكتور عبد الله مسألة التبيئة. التبيئة في الواقع هذا شيء يعني أنا والدكتور مجدي نتكلم عن نظريات التلقي ونظريات القرى. نحن في الواقع سنصبغ على مفهوم الحرية في العالم العربي صبغة شئنا أم أبينا، لأنه عندما تنتقل المفاهيم نفرض عليها مكوناتنا إما بشكل شعوري أو لا شعوري. وطبعا مسألة التبيئة يعني معروف أن الجابري هو التي اشترطها للمفاهيم الإبستيمولوجية، لكن يجب أن تكون هذه التبيئة نوعا ما نسبية ونكون نظرتنا لها نقدية. لماذا؟ بخاصة في موضوع الحرية، واسمحوا لي على ذلك. الحرية مثل ما تفضل بعض الزملاء عندما عرفها قال هي رفع الإكراه ورفع القيد. وبالتالي سأقول لكم في العالم العربي ثمة حرية في مجال مثلا البحث العلمي، ولكن في مجال البحث العلمي الطبيعي، لكن هذه الحرية تعاني الكثير. والدكتور عبد الملك يعني رئيس لأكثر من مجلة يعرف اللوائح التي تصير. فحرية الفكر وحرية البحث العلمي على مستوى العلوم الإنسانية يجب أن نقول ذلك، إنها ما تزال محدودة وضيقة. والسلام عليكم. لا مش رندا أبيعات قسم الفلسفة جامعة الكاثوليك لبنان. يعني بالحقيقة هلأ من وحي كل ما قيل ما عدت عارفة كتير إذا بدي أحكي هلأ أو بدي أحكي بالمعوقات بعد الظهر، بس بدي أقول شغلي بخصوص علاقة بعد الظهر بخصوص معلش علاقة الفكر والحرية. تعقيبا على ما قاله الأستاذ زواوي، ارتباط الفكر بالحرية شغلي تقارب برأيي يبدو لي من وجهتي نظر. الوجهة الأولى هي تتعلق بماهية الفكر كفكر. الفكر حر أو لا يكون، ما في فكر حر، نصف حر أو كثير أو قليل، الفكر حر. لذلك عبارة الفكر الحر هي لغو بحد ذاتها، لأنه الفكر حر أو لا يكون، اجتهاد عقلاني، رؤية استدلالية، بناء فساري للكون للذات للعالم، ويستطيع أن يذهب في ذاته إلى منتهى، وهو بذلك مغامرة، إلى منتهى المعقول الممكن. هذا هلأ ارتباطه بالحرية، الحرية خاصة الإنسان، وبالتالي الإنسان حر بالقوة حتى إشعار آخر، وحريته هي جوهر إنسانيته. لذلك نستطيع أن نعتبر أن تاريخ الفكر هو في الواقع تاريخ الحرية في التاريخ، كيف تتمظهر في التاريخ. وبالتالي عندما ننظر إلى ما تقول إليه الحرية في التاريخ نستطيع أن نعرف ما يقول إليه الفكر وما يقول إليه الإنسان ووضعه وحالته في التاريخ، مرتبطين ببعض الثلاثة. وبالتالي الفكر
يقتضي فإذا الحرية. هذه وجهة النظر الأولى برأيي لمقاربة الموضوع. لكن هناك وجهة نظر ثانية أستطيع أن أقارب علاقة الفكر بالحرية، ليس انطلاقا من ماهية الفكر، الفكر حر، أستطيع أن أقاربها من وجهة نظر ثانية، وهي مدى المدى الممكن لحرية الفكر على الأرض اجتماعيا وإنسانيا. وبالتالي يجب أن أدرس حينئذ العوامل الدخيلة الطارئة على هذا الفكر الحر التي تؤثر فيه سلبا أو إيجابا، وهي برأيي تختصر في دائرتين، دائرة الحياة العامة ودائرة الحياة الخاصة. في دائرة الحياة العامة هناك قطبان، السياسة والدين، في كل الحضارات وفي كل الأزمنة. ولطالما دأب الفكر في كل الحضارات والمجتمعات على أن يأخذ مسافة، أن يؤكد على التمايز بينه وبين السياسة أو النظام وبين الدين، حرصا منه برأيه على نوع من استقلاليته. يعني وحتى عندما تزلف، وهو عندنا أمثلة كثيرة في التاريخ، تزلف الفكر أو للسياسة أو للدين، يعني في خدمة السياسة أو الدين، على الصراخ وقيل هذا ليس فكرا بعد الآن. فبالتالي هذه النقطة تبدو لي مهمة. في الحياة الخاصة، في دائرة الحياة الخاصة، نعرف اليوم على ضوء العلوم الإنسانية أن حرية الإنسان، مش هقول هي وهم، ليست وهما، ولكن حرية مطلقة، هذه المقولة سقطت من زمان، ما في شيء اسمه حرية مطلقة، وبالتالي حرية الفكر تتأثر بهذا. نحن منتج لكم من التعينات البيئية، الجغرافية، التاريخية، السوسيولوجية، المادية، الثقافية، الدينية، إلى ما هنالك. وبالتالي كتير مهم نعرف إنه الحرية وحرية الفكر بدنا نفهمها على ضوء هذه التعينات، يعني كيف نتعامل مع هذه التعينات. فانطلاقا من السياسة، من الدين، ومن التعينات في الحياة الشخصية، أنا سأطرح مثلا صغيرة، مش مثلا يعني أعطي هيك نموذجا صغيرا، حأخذ السياسة مثلا بس بحرية الفكر هيك عموما. أريد أن أقول أن الأنظمة السياسية يعني عندما لا تساعد على أن تخلق مناخاً، عندما لا تساعد على أن تخلق مناخاً أو فضاءاً لحرية الفكر، على الأقل تساعد الفكر بطريقة غير مباشرة. ليه؟ لأنها إذا نظرنا عبر التاريخ تستفز الفكر، تستثير الفكر، تزيده عناداً على مقاومة الظلم، على مقاومة الجور. وإذا ما نظرنا إلى النتاجات الفكرية عبر التاريخ، نرى ربما، أقول ربما، أن معظم الإبداعات الفكرية أتت من هذه الأرضية، يعني أتت إذا بتكون من رحم المعاناة. فالفكر تقوده، يعاند، يقاوم. هذا اللي حبيت أقوله أنا، على أنه الفكر هو دائما موقف من وضع راهن. هلأ انطلاقا من هذه الأرضية، يمكن أن نتفكر في المعوقات، هيدا غير موضوع وغير محور، في المعوقات التي يجابهها الفكر انطلاقا برأيي من هذه الأرضية النظرية. أكتفي بذلك، شكرا. شكرا دكتور. عجبني تعبيرها، أن تعريب الدكتورة أن الفكر يتولد من المعاناة، وهذا صحيح، وهذا نقدر نضيف على ما قاله الدكتور الزواوي. عصر التنوير بدأ إلى حد كبير بعد الحروب الأهلية، بعد أن فقدت أوروبا ثلث سكانها، وبالذات إيمانويل كانت ولد أعتقد 4-6 سنوات بعد وستفاليا. أنا زائر المدينة اللي وقعت فيها وستفاليا، مونستر. هيجل شهد الغزو الفرنسي إلى ألمانيا، وكان معجب كثير بنابليون. هي ثوت أنه هو هذا التاريخ أمامه، شاهد التاريخ أمامه. فالمعاناة تولد فكر في النهاية، وأعتقد حتى في منطقتنا راح يتولد فكر، وعم يتولد فكر. أرجع أنا أول شيء بأشيد في تعبير الحيرة البناء، دكتور عجبني كثير تعبيرك، الحيرة البناء جميل جدا. وأرجع بعدين للدكتور محمد عبد الغفار الشريف، صديقنا العزيز والإنسان الفاضل، انتقد الحركات الإسلامية، بس ما وضح طبعاً هو أي حركات إسلامية. وأنا أعتقد أتفق معه أن طبعاً الحركات الإسلامية السيئة اللي هي اللي استخدم العنف، لكن في وضعنا الحاضر
لازم نسمح للحركات الإسلامية اللي تؤمن بالعملية الديمقراطية أن تساهم في البناء والتغيير. يعني مثلا الأخوان المسلمين حتى السلفيين اللي يدخلون اللعبة الديمقراطية ويحررون أنفسهم. وفي النهاية على فكرة يعني أنا أعتقد في النهاية الإسلام لازم ينتقد من المسلمين أنفسهم، وحتى مو من الليبراليين، هم اللي يمكن ينتقدونه ويرفعونه، لأن الليبرالي ما حد راح ينتبه له، الليبرالي محاصر وغريب إلى آخره. ويعني في بيئة، مثل تكلم الدكتور محمد عن البيئة، البيئة مهمة جدا. إذا بيئتك فيها في البيت في 20 قرآن وفي 4 مراجع للحديث الشريف، وتروح مع أبوك للصلاة 5 مرات، وتسمع برامج تلفزيونية دينية، وتروح صلاة الجيام وتصوم، ومنهجك الدراسي العربي ثلث دين إضافة إلى 5 حصص في الدين، شو تتوقع هذا يطلع موزارت ولا مانويل كانت؟ يطلع إنسان مؤمن بفكر ديني. فهو إذا طلع على الأقل خل يطلع مفكر ديني متسامح والليبرالي. وأنا أعتقد أن المفكرين الدينيين المتسامحين هم اللي ممكن ينقلونا إلى مرحلة قادمة منفتحة ومستقرة. وشكرا. أنا بودي أشير إلى يعني إحنا كل أو الغالبية السحقة من المداخلات كلها عن الفكر العربي المعاصر، لكن في مسألة مهمة اللي هي قضية العلاقة بين الفكر والحرية. يعني ما أدري أشوفها، بودي أثير أنا نقطة، وإذا كان في هناك آراء تساعدني على المشكلة هذه. قصة حرية الفكر أو أن الإنسان يختار فكر معين، هذه قضية يعني مسلم فيها أن الإنسان يختار فكر معين ويعني يعجبه وغير أو يتبنى. لكن في سؤال آخر وإشكالية تثار، هل الفكر اللي اختاره هذا الإنسان يقيد حريته وحرية العقل؟ يقيد حرية العقل. أوكي، يعني في خطوة الأولى متفقين عليها، لكن في خطوة ثانية وهي طبيعة الفكر. الفكر اللي اختاره الإنسان ممكن أن يكون مثل القيد اللي قيده ويصادر حريته أو حرية عقله في التفكير. هذا ينقلنا من قصة الفكر الحر إلى العقل الحر. أوكي، هل يبقى العقل حرا عندما يعتنق إنسان أو مفكر أو أيا كان فكرا معينا، بالذات لما يكون فكرة إيديولوجي معينة أو غيره؟ أنا أعتقد هذا المطلوب، هذا المطلوب إثارته. أعتقد أن بالذات الأفكار اللي طابعها شمولي هذه أكبر تقييد لحرية الفكر وحرية العقل. أوكي، لأنها تحصر الإنسان في مقولات معينة وفي حدود معينة لا يستطيع أن يتجاوزها. وأيضا حتى الناس اللي يضعون مبادئ مثالية، أوكي، مبادئ عامة ويحاولون الوصول إليها، هذه إشكالية. اليوم من أو يتبنى فكر لطابع شمولي يعتقد أن الحقيقة ملكة أو يحتكر الحقيقة. وأفكار تكون بالنهاية، يعني أي أفكار شمولية عامة راح تكون مطلقة، والأفكار المطلقة أيضا بتقيد العقل وتقيد حرية التفكير. ف يعني في إشكالية، ما هي طبيعة الفكر اللي ممكن أن يتبناه الشخص على أساس نقول أن هذا الشخص يفكر بحرية أو عقله يكون عقل حر؟ إشكالية ثانية داخلة في الموضوع، وهي أن أحيانا الفكر أو طبيعة الفكر أو بعض الأفكار تفقد الفرد استقلاليته، أوكي، وما تخليه يفكر بطريقة مستقلة، يكون ضمن إطار مجموعة تفكر في نفس الطريقة
وتأثر فيه أحيانا، وتأثر في قراراته، وتأثر في طريقة تفكيره. ف يعني هذه إشكالية المطلوب تسليط الضوء عليها، ولو ممكن أصيغها كيف يمكن أن نتجاوز إشكالية أن يعيق الفكر حرية العقل. وشكرا. دمجناهم. عفوا، بس أنا حبيت أضيف إلى الدكتور الزواوي عندما تكلم عن من ألف في الحرية، في الشيخ محمد الخضر حسين شيخ الأزهر المتوفى سنة 58، وهو تونسي لكنه صار شيخا للأزهر، ألف كتاب اسمه الحرية في الشريعة الإسلامية يعني في العصر. وإذا كنت عايز تعطيني الإيميل بتاعك أبعثه لك على الإيميل يعني إن شاء الله. فالحركات الإسلامية، أنا أقصد جميع الحركات الإسلامية، أنا يعني حنا المشايخ التقليديين أو مثلا مشايخ العلميين، بيننا وبين الحركات الإسلامية في فجوة، لأن نراها قد يعني تصدرت لأمر ليس مؤهلين. يعني لو نشوف الحركات الإسلامية مثل ما ذكرت، يعني الإخوان أو غير الإخوان أو السلفيين، من الذي يقود هذه الحركات ويتكلم باسم الدين؟ الذين يقودونها هم ليسوا رجالا للدين، يعني ليسوا علماء، إنما طبيب، مهندس، محاسب، حقوق قانوني. يعني إحنا عندنا ألم كعلماء دين، يعني سمعوا نفسنا علماء دين، إنه كل شيء، كل تخصص صار محترما في مجتمعنا إلا التخصص الشرعي، كل يتكلم فيه، وهذا صار كلاً مباحاً. وما يصير، لأن كل شيء في تخصص، كل شيء في تخصص، له أصول، له قواعد. فإذا ما اتبعت القواعد، يعني اللي بيتكلم في الطب، لو أنا بتكلم في الطبخ ما يأذنوا لي أن أتكلم، يقول أنت عالم، أنت شيخ، خليك، أنت مطبخ. بينما هو يتجرأ يقول ما في رجال دين، احنا نقول ما في رجال دين بس في علماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هؤلاء الناس لا يحترمون العلماء. مرة هذه قصة صارت بيني وبين أحد يعني أعضاء الحركات الإسلامية في مسألة فقهية، فقال لي يعني أنت تؤمن أنه في، قلت له شوف ما في علماء، يعني رجال دين في علماء أنت. قال زين، يعني أنا ما لي حق، هو أستاذ في الكيمياء دكتور تكلم في الشريعة، أنا عامي. قلت له لا، العامي أحسن منك، لأن العامي لما بيسأل في الدين يرجع للعالم. أنت ظنيت أنك أخذت دكتوراه في الكيمياء، صرت كل شيء بتاع كله، فصرت تتكلم في الدين وتخبص في اللغة العربية، وهذا كله تخصص. فيعني أنا بس كنت أبي الدكتور بدر يكون موجود. أنا أعني الحركات الإسلامية كلها، المعتدلة منها والمنحرفة. وأنا أرى أن الحركات المعتدلة فيما يظهر هي كانت سبب لنتاج الحركات المتطرفة، التكفير والهجرة وغيره نتجوا من رحم الأخوان، والسلفيون القاعدة نتجت من رحم السلفية. وشكرا. يعني يمكن الكلام شوي سياسيا صعب بس أنا أقوله. لو خيرت يبقى انا هقول، يعني هقول كلمه، اقول كلمة. لا تفضل تفضل. شكرا. اريد ان اعقب على ما قاله الدكتور عبد الله، وسوف تثير اختلاف وهذا شيء جميل.
أولا أريد أن أقول أن الحرية التي نتكلم عنها ليست معطاة بل إنجاز، لهذا لأن إنها الحرية إنجاز لأن الفكر إنجاز، وإذا أردنا أن ننمو بالحرية ونحققها علينا أن نربي مجتمعنا عقليا وأخلاقيا وعاطفيا. وبصورة مباشرة للدكتور عبد الله أنا أقول الفكر كفكر يهدف الحقيقة والخير، الفكر كفكر يهدف الحقيقة والخير، يحرر لا يقيد، ولكن عندما المفكر يميل إلى فكرة معينة ويلتصق بها يصبح أيديولوجيا، الأيديولوجية هي التي تقيد لا الفكر كفكر. شكرا. شكرا. الحقيقة كنت أتمنى أنه علاقة الفكر بالحرية مسألة في غاية الأهمية، يعني هذه المسألة كان من المفترض بالفعل أن احنا يعني نجعلها كسمة محور أساسي في الموضوع، لأنه لو احنا اتكلمنا عن الحرية كل ما قلنا عن الحرية نحن نتحدث عن الحرية في الشكل النظري، ولكن عندما نتحدث عن علاقة الفكر بالحرية هنا نعني علاقة الفكر بالواقع، علاقة فكرة الحرية بالواقع. الحرية كما يقدمها أو كما يعرفها فلاسفة كثيرون لا تدرك، ده صحيح، لا تدرك إلا في مواقف، ده المقصود، الحرية لا تدرك إلا داخل إطار مواقف محددة. الحرية لا نستطيع أن نفهمها، كنا بنتكلم شوية مع الدكتور حامد، يعني لا يمكن فهمها إلا من خلال المعوقات، يعني لابد لكي أعرف إن أنا حر لابد أن أدخل في إطار معوقات معينة تمنعني عن إتمام هذه الحرية وبالتالي أشعر بهذه الحرية، يعني تنفيذ ما نريد. علشان كده الحرية حرية مجاهدة، مجاهدة بمعنى حرية تدخل في صراعات، تدخل في معارك وتحاول أن تتجاوز هذه الصراعات وتحاول أن تتجاوز هذه المشكلات حتى أستطيع أن أقول إنني حر. علشان كده بيقولوا إن الحرية هي حرية لابد وأن تكون محررة، محررة يعني لماذا محررة؟ يعني العبد الذي لا يرى في عبوديته، الذي يرى في عبوديته حر، إنه حر، هذا ليس حرا. من أجل هذا الحرية لابد وأن يعني تهدف إلى ذاتها أو تهدف إلى نفسها. من هنا سقطت فكرة الحرية المطلقة اللي كان بيتحدث فيها سارتر، وجاءت فكرة الالتزام، الالتزام بالمبادئ الإنسانية، الالتزام بالحق، الالتزام بالجمال، الالتزام، كل هذا يقرب فكرة الحرية النظرية إلى فكرة الواقع. مشكلتنا في الواقع العربي للأسف الشديد نحن نرى مشكلتنا ولا نعرف ما هي، يعني نريد أن نقوم بحل ما لا نعرفه بأشياء ونحاول أن نختار من أين سوف نأتي بالحلول قبل أن نقرر ما هي المشكلات الحقيقية في واقعنا الأصلي. وبالتالي هنا نقول مثلا هل مشكلاتنا الحالية هي مشكلات يحلها التراث ولا تحلها الحداثة الغربية مثلا، ولكن دون أن نعرف ما هي المشكلات التي نعاني منها في الواقع الحقيقي لكي نرى إذا ما كانت أفكار التراث أو إذا ما كانت أفكار الحداثة تستطيع أن تجيب أو تحل المشكلات اللي إحنا بنعاني منها في الواقع. الوعي بفكرة الحرية مسألة هي التي تجعلنا نشعر بقيمة الحرية في الواقع، أو أن الحرية لا تدرك كما قلت إلا في مواقف. إذن علينا أن نجد هذه الفكرة، فكرة الحرية التي تحررنا من أفكارنا المسبقة.
التي تحررنا من قيودنا الفكرية الصعبة التي ترين بكل يعني صعوبتها على أفكارنا. لا أنا بتكلمش عن المفهوم، أنا بتكلم عن علاقة الفكر بالحرية. علاقة قصدي الفكر بالواقع. شو إيش انتهينا؟ فقط تعليقا على كلام دكتور جسمي، اعتناق مذهب ما يعني فكري هل يلغي حرية الفكر؟ كلمة اعتناق قوية وقد تؤدي بنا الاعتقاد أنها تلغي حرية الفكر. ما أريد أن أقول فقط أن كل دوغمائية تتضارب مع الفكر. سؤال الآن، هل لا يحق لي أن يكون لي انتماء فكري، هوية فكرية معينة؟ يعني كل ما انتميت عندي انتماء فكري التغت حرية الفكر عندي؟ لا أظن. هناك توازن يجب الحفاظ عليه. لي الحق أن يكون لي هوية فكرية، لي الحق أن يكون لي انتماء فكري دون أن يلغي ذلك عندي القدرة على الحوار والمرونة، وأكثر شيء الطاقة النقدية. الفكر نقد، نقدي بامتياز. يعني إذا أنا استطعت أن أوثق بين هوية فكرية هي من حق أن يكون عندي أولويات ومبادئ معينة، وهالقدرة على الحوار وهالقدرة النقدية بيمشي الحال. وإلا الدوغمائية، بس الانتماء لا يعني أنه يكون عندي دوغمائية. الدوغمائية في ذاتها برأيي تتضارب مع الفكر. أما تأثير الجماعة، أن أكون في قلب جماعة وأتأثر بها وأفكر مثل ما تقول لي أن أفكر إلى ذلك، برأيي هذا هو، هذه هي مخاطر التنميط اللي حاصل اليوم. هلأ إذا كان من وقت بعد الظهر سأتناول قليلا هذا في المعوقات. التنميط خطر كبير على حرية الفكر. شكرا.